طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل عام وأنتم بخير. مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم يشرفنا ويسعدنا أن يكون ده السيمينار الثالث للسلسلة بتاع السيمينارات حول التعليم عن بعد، التعليم الإلكتروني، ومعنا 2 من 4 متخصصين سودانيين في التعليم الطبي كتخصص. يعني عندنا حاليا في الجلسه دي دكتور محمد حسن عبد الله ودكتور محمد حسن محمد طه. عندنا 50% من الكوادر المؤهله للتعليم الطبي موجودين داخل جلسه واحده، وهم قدموا قبل كده سيمينارين وده الثالث، وفي ان شاء الله سيمينارين اللاحقين. السلسله بتاعت النقاشات اليوم هتكون عن بناء وتطوير المناهج في تعليم المهن الصحيه في عهد كورونا وما بعدها. فالأستاذين الكرام هيقدموا البرزنتيشن، هيكون في نقاش وأسئلة وأجوبة. الناس الموجودين في الجلسة هنا لو محتاجين لأنه يطرحوا سؤال ممكن يستخدم خاصية ريز هاند. الناس الموجودين بيتابعوا عبر مجموعة الباحثين السودانيين، لو في أي سؤال ممكن يطرحوه في التعليقات ونحن هننقل هنا للأساتذة. فشكرا جزيلا لكم يا أساتذة، تفضلوا المايك معكم. اوكي، شكرا جزيلا انور. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، كل عام وانتم بخير. ونواصل في سلسله الويبينارز بتاعت التعليم الطبي وتعليم المهن الصحيه. نيكست محمد، زي ما قال الدكتور انور انه هي سلسله خلصنا منها الفيرست 1 اللي كان اباوت الميديكال اديوكيشن جنرال ان كوفيد 19. السكند واز اباوت كان على التشينج مانجمنت، والان حتكون في كوريكولم ان شاء الله. ونتوقع انه باذن الله سبحانه وتعالى نكست ويك وبعده نتكلم عن الانجيجمنت اوف ستودنتس والسوشيال اكونتابيلتي اوف هيلث بروفيشنالز ادوكيشن. فنتمنى الناس يعني تحضر، ونتمنى الناس تستفيد من النقاشات الموجوده. بنحاول بقدر الامكان خلال السيمينارز دي او الويبينارز انه نحط الاشياء في الكونتكست، ونحاول نطرح حلول عمليه راذر ذان مسائل ثيوريتيكال. ما الثيوريتيكال للناس ممكن تلقاه في اي مكان، لكن بنحاول نطرح حلول عمليه لبعض الاشياء اللي ممكن نعملها ان شاء الله. نيكست. الويبينار ده ان شاء الله حيركز على تطوير المناهج في تعليم المهن الصحيه في عهد كورونا وما بعد كورونا. البرنسبل ذا سيم، لكن الايديا هنا ان ذيس سيمينار او ذيس ويبينار انه هاو كان وي build the curriculum that we can implement اثناء كورونا. يعني كيف ممكن نعمل المنهج اللي احنا ممكن ننفذه اثناء ال pandemic of كورونا. بس محمد، طيب الويبينار اوتلاين هنتكلم على الكرنت سيتويشن فيما يتعلق بتاثير كورونا على تعليم المهن الصحيه. هنتكلم على النيو نورم اللي هو بيجا ماشي. كورونا ناو از ا نورمال لايف اند وي هاف تو ليف ويز ات، لازم نعيش معاها زي ما بيقولوا الناس كلها. في الاول الناس كانت بتتخيل انه كورونا حتكون فتره معينه الناس هتتعداها على حياتها الطبيعيه، لكن الحياه الطبيعيه بقت الان انه كيف انك تعيش مع كورونا في كل مناحيها من ضمنها التعليم الطبي وتعليم المهن الصحيه. هنتكلم على الكريكولم ديفلوبمنت برنسبلز ذات المفروض نستخدمها على اساس انه مناهجنا هتحتاج لبعض التغيير، يا يعني اما تغيير آني على اساس انه نقدر نتماشى مع الفتره الآنيه دي، او قد يكون برضه احنا محتاجين لتغيير على مدى طويل بحيث انه المناهج حقتنا تو اكوموديت التشينجز الكبيره اللي حصلت في حياه الناس الصحيه والهيلث سيستم ايشوز اللي عندها علاقه بالبانديميك. برضو حنتكلم عنه والله how can we make this happen. يعني it is not only a theoretical way، لكن كيف ال steps اللي بنقولها دي نحاول انها كيف تطبق. طيب اذا كان جينا تكلمنا عن ال normal ال current situation، يعني من ديسمبر تقريبا بداية البانديميك والناس كانت بتتكلم عنها هتكون فترة بسيطة وتتغير و وكان الاتجاه السائد انه الناس تعمل اللوك داون بحيث انه يحصل التباعد السوشيال ديستانسينج وتكون الفيروس والموضوع ينتهي. لكن it seems انه this is not the situation، انه السيتويشن الان انه بقى نحن we have to live with corona، لازم نعيش معاها ونتعايش معاها، وده بقى new normal.
ونيو نورمال ده بيجا الترمينولوجي that is used في في الاقتصاد is used في السياسة و it has to be used في of health وال health professions education general. وجود البانديميك وجود النيو نورمال بيطلب مننا اننا نعمل تغييرات في الامبلمنتيشن بلانس بتاعتنا للادوكيشن as part من الحياه العامه. يعني احنا الامبلمنتيشن هتكلم عنه اذا كان في الادوكيشن, لكن we have to do other changes في حياتنا الشخصيه وفي حياتنا الاسريه وفي حياتنا الصحيه وفي كل مناحي حياتنا عشان نقدر نتماشى مع النيو نورمال اللي بيجي موجود عندنا. في السيمينار ده وفي الويبينار ده what are we going to address. In general ما في كل كليات الطب والعلوم الصحية الآن عندها كوريكولم موجود. الكوريكولم ده فيه pieces بتاعت بازل مركبة مع بعض تدينا الشكل العام للكوريكولم اللي هو عبارة عن courses, عبارة عن units, عبارة عن سنوات دراسية, عبارة عن learning outcomes. المنهج ده كان الناس شغالة عليه وشغالة به لحد ما جات الفترة بتاعت اللوك داون. الآن الناس عاوزة ترجع وترجع الليرنينج بتاع الطلاب بما يتماشى مع الشيء الموجود. يبقى في تو اوبشنز. الاوبشن الأول إنه أنت والله تستارت من مكان ما كنت موجود وتواصل بتغيير بسيط في التيتشينج ميثودولوجي, لكن ثبت انه this is will not يعني be the optimum solution. الاوبتيمم سوليوشن انك انت من المنهج بتاعك الكبير ده تحاول تعمل منهج مصغر بما يتماشى مع متطلبات المرحله اللي احنا فيها, وده اللي احنا هنركز عليه الان اليوم, انه كيف نحن نقدر نشيل بورشن معين من المنهج الكبير بتاعنا بحيث اننا ننفذه بما يتماشى مع متطلبات المرحله دي, وفي نفس الوقت ما ياثر على الانتجريتي بتاعه الكريكولم الكامل, لانه الكريكولم هو زي ما قلت اذا كان اعتبرناه از بازل, اذا كان في قطعه واحده ضايعه بالتالي الصوره لا تكتمل. فنحن عاوزين ناخذ بورشن ننفذه لكن بما لا يتعارض مع الانتجريتي اوف ذا فول كوريكولم, وده التشالنج اللي هنا حيكون. يعني اتس فيري ايزي نحن نقول والله عاوزين نحول الكوريكولم اونلاين ويبقى يا اخر المحاضره وقفنا فيها المحاضره بعد نقول للناس اعملوها اونلاين, لكن this will not be ال situation زي ما احنا حنوضح في السلايدز الجايه. طيب عشان نرتب نكس محمد عشان نرتب ال النقاش حقنا هنرتب النقاش على الكوريكولم ديفلوبمنت بيز على ابروتش معروف جدا في التعليم الطبي وتعليم المهنه الصحيه يسموه 6 ستيب ابروتش. انه انت عشان تعمل منهج او عشان تديفلوب منهج, لما اتكلم عن منهج يا جماعه ما بالضروره اتكلم عن 6 سنوات. المنهج ممكن يكون الحصه الواحده هي عباره عن منهج, لانه في الاخر انا عاوز عندي learning outcome عاوز الطلاب to attain it. فالcurriculum development in general بيمشي بالخطوات المعروفة دي, انه بيكون في problem نحن we tackle it, بنعمل need assessment, بنخد goals and objectives أو learning outcomes, بنشوف ال education strategies اللي هي ممكن تحقق لنا learning outcomes, then we implement ال plan اللي نحن عملناها وبنعمل feedback و evaluation. فنحن الآن نمشي في كل واحدة من الستيبز دي ونوضح إنه كيف ممكن نعملها على أساس إنه نقدر نرجع الطلاب للدراسة الثانية. إحنا تكلمنا في الويبينار الأول عن النيد الموجود الآن, لأنه الطلاب بتاعنا في السودان كانوا في الثورة أجزوا تقريبا قريبة 18 شهر والآن برضو مأجزين, فالموضوع يعني ماشي له لقريبة السنتين ودي عندها تأثيرات كبيرة جدا جدا عليهم. فنحن عاوزين الان نطلع من الـ من الـ من الزون ده في اننا نبدا ندرس الطلاب ثاني ان شاء الله. اذا تكلمنا عن البروبلم ايدنتيفيكيشن في الاول, يوجوالي البروبلمز لان احنا بنتكلم عن مناهج في التعليم المهن الصحيه, بالتالي احنا بنتكلم دائما عن الهيلث كير والهيلث سيستم.
وبنتكلم عن الـ ideal approaches to the problems أو المشاكل حقت الـ healthcare system. فـ in details, next محمد, نحن الآن عندنا ثلاثة issues كبيرة بتخلينا نفكر في إنه which type of courses or which type of learning outcomes to address. عندنا أول حاجة الـ faculty and learner safety. لأنه نحن we are not allowed إننا نجيب الناس يكونوا مع بعض ويتجمعوا بسبب الـ social distancing approach نمرة واحد. والآن نحن في نفسنا قدوة. يعني إذا كان ناس الكليات الطب والعلوم الصحية بيقولوا للناس انتوا افترضوا تبعدوا لانه ده الهيلث ادوكيشن احنا عاوزين نديكم, فبالتالي من باب اول هم يطبقوا اللي هم بيتكلموا عنه. فده ايشو كبير جدا. اذا كان عندنا سوشيال ديستانسينج, هاو كان وي امبلمنت ا كوريكولم في كليات الطب والعلوم الصحيه؟ ونحن عندنا فهم انه جزء كبير من الليرنينج اوت كوست بتاعتنا بتحتاج لانه الناس تكون متواجده مع بعض, وعندنا جزء كبير من الاستراتيجيز اللي شغالين بها فيها ليرنينج سمول جروب ليرنينج وفيها اشياء ثانيه. البروبلم الثانيه اللي بنفكر فيها انه الكوميونتي هيلث. يعني الان نحن محتاجين لابروتشز ذات كان امبروف ذا كوميونتي هيلث, ودور كليات الطب والعلوم الصحية ودور طلاب الطب والعلوم الصحية والأساتذة في الابروتش في إننا to improve the community health. البروبلم الثالثة متعلقة بالhealth system. الآن الhealth systems whether في السودان أو في أي مكان تاني فيها مشاكل. فيها مشاكل بتاعة increasing the number of patients. فيها مشاكل بتاعة الhealth service drop. يعني بالنسبة للأشياء الأضر than COVID. في need لvolunteering في work health force, القوة العاملة في المستشفيات. في مسائل حقت guidelines. في مسائل حقت drug approach. ففي مشاكل كثيرة جدا في health system الناس need to approach. طيب يبقى عشان نحن نتكلم عن انه نحن نطبق يا تو بارت من الكوريكولم بتاعنا في الفتره دي, هيفترض نعين للثلاثه نيدز الاساسيه, لانه بيبقى انلايكلي انه احنا ننزل طلابنا ونكون بندرس فيهم في اشياء ما هي عندها علاقه بالدي تو دي لايف بتاعتهم اثناء البانديميك. والناس كلها ستريس, يعني كل الناس بتجي من صاحبي تتكلم عن انه والله الكورونا وعدد الكيسز ونعمل شنو, ونقوم نمشي ندرسهم حاجه مختلفه. يبقى ده جزء اساسي جدا جدا في المنهج اللي احنا يفترض ننفذه في الايام دي. نيكست محمد. الجزء الثاني وعشان نطبق الاشياء دي احنا محتاجين نعمل نيد اسسمنت, لانه احنا هنطبق اليات مختلفه, والنيد اسسمنت دي محمد حيتكلم عنها. بالنسبه للنيد اسسمنت, زي ما ناقشنا في الويبينار اللي فات, في عوامل مهمه جدا احنا بنحتاج نضعها في الاختبار. يعني بنحتاج نضع العوامل المرتبطه باداره التغيير, العوامل المرتبطه بالبيرسونيل والاستاف الموجودين. والنجاح في التحول او بناء المناهج الالكترونيه بشكل اساسي بيحتمل على النيد اسسمنت اللي نحن حنعمله. طيب في النيد اسسمنت زي ما قلت, في نيد اسسمنت مرتبط بالاشخاص بالبيرسونيل, سواء كان فاكولتي او ستودنتس طلاب او سبورت ستاف, يعني ستاف عامل. وفي نيد اسسمنت مرتبطه بالسيتنج الموجود فيه الاساتذه والطلاب, البيئه التعليميه. وفي نيد اسسمنت مرتبط بالبلاتفورم اللي احنا حنشتغل بيه. فالحاجه المهمه في نيد اسسمنت, احنا بنحتاج نعمل نيد اسسمنت للاساتذه بما يشمل المهارات الاساسيه اللي بتساعدهم على
على تطبيق المنهج بالصورة المثلى. ولما نتكلم عن المهارات الأساسية ما نتكلم فقط عن المهارات التقنية في التعامل مع التكنولوجيا في الـ e-learning، بيتكلم عن أربع مهارات أساسية محتاج لها الزملاء الأساتذة على أساس إنه يشتغلوا في الـ e-learning. الحاجة الأولى المهارات التكنيكال، التعامل مع منصات إدارة التعلم أو الـ learning management system. والأهم من التكنيكال المهارات التدريسية أو الـ pedagogical skills. يعني الآن بنحتاج ندرب الأساتذة في إنه كيف تدليفر المادة العلمية بما يضمن إشراك الطلاب، بما يضمن متابعتهم، بما يضمن تقييمهم لتحقيق نواتج التعلم. فهي الاثنين مع بعض مدموجة بالتكنو بيداجوجيكال سكيلز باعتباره دي من المهارات الأساسية ليعضوا هذا التدريس على أساس إنه يقدم المنهج إلكتروني بصورة فعالة. في أدوات كثيرة جداً موجودة وببلش في إنه كيف نحن نقيس النيد أسسمنت للأساتذة في التحول، ونقيس النيد أسسمنت للأساتذة على أساس إنه يقدموا المنهج إلكترونياً بصورة فعالة. يمكن في يمين الشاشة في عدد من التولز. الحاجة الثانية نحن نحتاج إنه نتعامل مع الغورس القلق الموجود، والغلغ الموجود في الاثنين في الأساتذة وفي الطلاب. غلغ مرتبط بالوضع الحاصل عموما، كوفيد والمشاكل الموجودة. نتعامل مع أساتذة فقدوا زملائهم، نترحم عليهم، يعني ناس فقدوا ناس عزيزين بالنسبة لهم، وفي نفس الوقت خايفين على أهلهم وكذا. فنحن نحتاج ودين to take this into considerations. بالنسبة للneed assessment للأساتذة والطلاب، as far as we can keep it simple بيكون أفضل. يعني بقدر الإمكان نخلي الكوتشينير not lazy simple، بحيث إنه يحقق أهداف محددة، يعني أهداف محددة بالaccessibility للdevices. هل الأجهزة موجودة؟ الدخول للإنترنت، الأكسسبيليتي للإنترنت، إضافة للمهارات المطلوبة على أساس إنه يتم تنفيذ المنهج بالصورة المطلوبة. مهم جداً لنجاح تطبيق المنهج إلكترونياً اللي هو إشراك الطلاب، ويمكن لأنهم الجهة المستفيدة من التحول. يعني إشراك الطلاب بإمكاننا نقول إنه من غير إشراك فاعل للطلاب في التحول إلى الإيكوريكولم أو الإيكوريكولم ديفلوبمنت، صعب جداً إنه يحصل نجاح للمسألة. مهم جداً في الطلاب إنه نحدد هل في أجهزة متاحة بالنسبة لهم، النت متاح وما متاح، هل هم فاميليار، يعني لانه يتعاملوا مع المنصات بتاعت اداره التعلم الليرنينج مانجمنت سيستم اللي هي الناس حتشتغل بها، موجودين في اماكن الكهرباء موجوده غير موجوده. في نفس الوقت برضه هم فيهم قدر عالي من القلق، فلا بد ان احنا نضع المساله دي في الاحتبار ونطمنهم. وفي نفس الوقت التطبيق ما يكون تطبيق يكون تطبيق تدريجي، يعني ما يكون انتقال من full face to face instruction لإي curriculum. فلا بد عشان يحصل، ودي دي دي حت دي دي حتكون عندها دور فاعل جدا في إنه تقلل القلق. برضو للطلاب في many tools أشهرها في ال online learning readiness questionnaire مستخدم. هذا ممكن يستخدم بصورة فاعلة في تحديد الحاجة للطلاب. بعد ما عملنا نيد اسسمنت للطلاب والنيد اسسمنت للأساتذة، بنحتاج برضو نعمل نيد اسسمنت للفيزيكال ريسورسز. ولحسن الحظ
كثير جدا من الـ من الاوبن الاوت سورس والاوبن سورسز لان المانجمنت سيستم ما تحتاج لي فيزيكال ريسورسز صعبه ولا تحتاج لي لاجهزه بسعات عريضه يعني. على سبيل المثال يعني في 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 بعض منا ممكن يشتغل بليزر 1 جيجا على سبيل يعني السيستم مثلا ستش از موديل او غيره. مهم جدا يعني انه يتم الشغل بليرنينج مانجمنت سيستم. يمكن في 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 بعض الكليات بتشتغل الدليفري اوف اي كوريكولاس او الفيديو كونفرنسينج تولز يعني زي زوم او زي كده. Yes, it is good at the time of delivery. لكن e-learning is not e-lecturing. وe-curricula هو عبارة عن سيستم متكامل. من الضروري إنه يكون في learning management system فيه متابعة للعملية تحت التعلم للطلاب. فيه تفاعل معهم. في نقاش بيتم. في تواصل بيتم بين الأساتذة والطلاب. وفي في فورماتيف اسسمنت على اساس انه نقيس لاي مدى بيحصل تقدم في العمليه التعليميه بتاعته. فبالتالي نحن وي نيد بوث, وي نيد ليرنينج مانجمنت سيستم اند فيديو كونفرنسينج. فورشنتلي في بعض الليرنينج مانجمنت سيستم المتاحه والمستخدمه في السودان وتشوت فعاليتها ممكن بتيح انه ندمج الاثنين مع بعض اللي هو نظام إدارة التعلم الليرن مانجمنت سيستم والفيديو كونفرنسي. مهم جدا ما نغفل البيئة ككل, البيئة التعليمية, الكلودين, الحاجات السايكولوجيكال والحاجات السوشيال. ومهم جدا الانفولفمنت اوف ذا ستيك هولدرز المعلم, يعني خاصة لما نيجي نتكلم عن انه في بعض البارييرز فور امبلمنتيشن, يعني ربما تكون في اشياء مرتبطة بالامكانيات, ربما تكون في أشياء مرتبطة بالديفايسز. فإشراك الستيك هولدر مسألة في غاية الأهمية. في السلايد دي أمثلة وليس للحصر لليرنينج مانجمنت سيستم موجودة فري متاحة. ويمكن في تجارب كثير جدا لكليات سودانية اشتغلت بها وشغل بها وفيها فعالية عالية جدا. الحاجة المهمة هنا بنحتاج إنه يحصل تكامل بيننا كأساتذة مع الزملاء في تقنية المعلومات, مع الزملاء في الاي تي زي ما قلت لك, برضو في الطلاب, ومع الاستاف الإداري, مع السبورتنج استاف اللي هو وجود مهم جدا في إنه يتم تقديم المادة التعليمية. عشان يتم تقديم بفعالية لابد أن يحصل التكامل ويحصل فيما بعد التدريب عليها يعني. دكتور محمد we'll continue في goals objective. طيب يعني إذا كان إحنا حددنا ال next محمد, إذا كان حددنا ال target حقنا المنهج فيه أي منهج لأنه ننفذه سواء كان منهج كامل أو منهج جزئي أو كورس, فيه need to address a problem وفيه need بتاعت learners. فالتو steps في الأوائل اللي ذكرناهم عشان نحدد الأشياء دي. إذا حددنا المشاكل إحنا عاوزين تأدرست بالمنهج اللي حنطبقه أثناء COVID-19 وحددنا need assessment الموجودة للطلاب وللأساتذة, بيبقى هنا دايرين نحدد learning outcomes اللي احنا عاوزين ننفذها في الفترة دي. learning outcomes اللي عاوزين ننفذها بتقدرين تكون مرتبطة بالوضع الحالي. فإذا عاوزين ننفذ learning outcomes مرتبطة بالوضع الحالي, في learning outcomes اللي هي مرتبطة بالpersonal community safety, دي جزء كبير جدا ممكن يكون to be addressed في الفترة دي على أساس إنه نضمن إحنا نزيد ال health بتاعت ال community وال health awareness. learning outcomes مرتبطة بال health system, إنه والله كيف الطلاب يعني يدرسوا عن epidemiology for example, يدرسوا عن ال health system management, يدرسوا عن
الهيلث اديوكيشن عشان هم نفسهم يبقوا انيبلرز للهيلث سيستم حسب الاكسبكتد رول منهم. من التشالنجز الكبيره جدا الناس بتتكلم عنها انه هاو كان وي ادريس ذا كلينيكال سكيلز. عشان كده الناس الان بتتكلم انه والله وي نيد تو دو سم تشينجز في المنهج حقنا زي ما انا قلت في الاول, بحيث ان احنا وي كان بوستبون الاشياء اللي عندها علاقه بالكلينيكال سكيلز تريننج, و تو بريبون او نقدم الاشياء اللي عندها علاقه بالهيلث سيستم ستاديز. منها بنكون ضمننا انه الطلاب رجعوا للليرنينج لايف بتاعتهم, وضمننا انه الطلاب ما حيتاخروا, وفي نفس الوقت ضمننا انه نحن الطلاب بقى عندهم some sort of knowledge and skills that can help to address the problem اللي احنا موجودين فيها which is the pandemic بتاع كوفيد 19. Next. فمثلا next محمد, مثلا اذا كان ده منهج بتاع كليه, معظم الكليات وقفت عن الدراسه في فبراير او ميبي بدايات مارس. اذا شفنا هنا في بدايات مارس ممكن يكون في بعض الناس كانت بتدرس في كورس معين, يبقى ما في شيء ملزم الان انه احنا نرجع لنفس المكان اللي كانوا واقفين فيه الطلاب. انما من الكورسات الثانيه الموجوده عندنا في الكوريكولم ممكن نشوف الكورسات ذات كان فيت مع الليرنينج اوتكمز اللي احنا حددناها ان ريليشن للبروبلمز اللي احنا عاوزينها تو بي ادريسد. يعني ممكن الناس تتكلم عن برايمري هيلث كير كورس, او حتى لو ديفرنت ليرنينج اوتكمز من ديفرنت كورسز, يعني خصوصا في الانتجريتد سيستم نحن ممكن ناخذ different learning outcomes ناخذها مع بعض عشان to be addressed. Putting in mind انه المناهج ما فيها linearity, يعني ما بالضروره انك انت لازم تدرس حاجه معينه قبل حاجه ثانيه, بدليل انه الان نحن في different approaches للمناهج. في مناهج integrated بتدرس الكلينيكال مع 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 البيزك ساينس, في مناهج بتدرس البيزك ساينس كله حتى بدات هي الكلينيكال. فما في هارد اند فاست رول في المناهج, وما في ابسوليوت صح وابسوليوت رونج في المناهج. الطريقه اللي انت كإديوكيتر بتقدر تضع بها المنهج بطريقه مترابطه وعندها انتجريتي هي الطريقه صح. فنحن الان كل كليه وذر طب او علوم صحيه او حتى في كليه ثانيه they need to look into their curriculum. والله ان احنا كنا واقفين وين؟ الطلاب درسوا شنو؟ كيف ممكن نبني على درسوه في انه to build new learning opportunities new learning experience related لل problems اللي احنا حددناها الثلاثه في الاوائل ونعمل عليها learning outcomes احنا عاوزينها. فاذا كان مثلا الكورس هنا بدوا كانوا شغالين نيورولوجي وبعده expected انه يمشي على psychiatry for example, ممكن they can stop this ويشتغلوا more في primary health care ويجيبوا جزء من الميديكال ethics and professionalism يجيبوها هنا مثلا. في الحاله دي انك انت واصلت الليرنينج بروسيس بتاع الطلاب, يو ادريس بروبلمز بالليرنينج اوتكمز معينه, ات ذا سيم تايم انت ستيل محافظ على الكونتنت اوف يور كريكولم. تجي لما ان شاء الله المشاكل حقت الكوفيد 19 تخلص او الوضع يتغير في سيناريوز كثيرة جدا جدا, تيجي تشوف والله انت شنو الحاجات اللي غطيتها, شنو الحاجات اللي ما تغطت, شنو الحاجات اللي need to be augmented, شنو الحاجات اللي need to be reinforced. يبقى انا ما بقول انك والله لو بديت من محل وقفته غلط, لكن لو بديت من محل وقفته حتواجهك مشاكل. حتواجهك في انه اول مشكلة حتواجهك الطلاب حيحسوا انهم بيدرسوا في حاجة ما عنده علاقة بالمشكلة الكبيرة جدا اللي عايش العالم كله قد أوكي؟ أو ما عندهم بيدرسوا في حاجة هي only for the sake of the exam. ودي يا جماعة بالنسبة لطلاب الطب والعلوم الصحية بالتحديد في الوقت ده ما مطلوبة, لأنه هم they need to feel إنه هو part من الـ health system that can prevent المجتمع ومشاكل COVID-19 اللي بتجي على المجتمع.
نيكس محمد. طيب يبقى if اذا خطيت الاشياء دي in your mind ان والله في certain problems نحن عاوزين to address it. عندنا need assessment لازم نعمله على اساس انه نقدر نعرف نحن هنشتغل كيف هنشتغل في شنو. واذا جينا حددنا شنو learning outcomes that we can cover خلال الشهر الجاي والشهر اللي بعده لمده 3 4 شهور لحد ما الوضع يتضح, زين بعد ما نحدد شنو الاستراتيجيز اللي احنا يفترض نتبعها educationally على اساس انه نقدر ننفذ ال learning outcomes. محمد ايوه دكتور محمد. طيب اذا عاوزين ننفذ ال 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 ال, ال, ال learning outcomes اول حاجه نحن لازم يكون عندنا capacity building للطلبه وللاساتذه. ليه؟ لانه زمان الناس متعوده انه بيكونوا موجودين في القاعه في محاضره شغاله او في discussion شغال. الان الناس they are going to be apart, كل شخص في مكانه زي ما احنا موجودين الان. يبقى انه كيف نحن ممكن to produce فيديوز لمحاضراتنا. والكلام اللي كان بيتكلم فيه محمد أنور قبل ما نبدا انه الفيديو نفسه عنده خصائص, اهم خاصيه فيه انه يكون قصير عشان المعلومه توصل للطلاب بطريقه سهله وسريعه وما تكون مكرس. وفي نفس الوقت نحن يا جماعه عندنا اشكال في السودان اسمه الانترنت, فنحن لو قمنا عملنا فيديو طويل ده معناه ان احنا الطلاب حيتكلفوا يا إما مبالغ مادية في الإنترنت أو عاوزين إنترنت بكباسيتي عالية, وده معناه نحن حكمنا على بالفشل للتجربة بتاعتنا لأن الطلاب ما حيقدروا to follow. الحاجة الثانية المهمة إنه إذا نحن حنستخدم أي learning management system أو حنستخدم أي video conferencing software لازم ندرب الأساتذة كيف يستخدموهم وندرب الطلاب كيف يستخدموهم. ومن ديال الاثنين إنه how can we run a discussion online. محمد جبال قال كلمة إنه ال e-curriculum does not mean e-lecturing. الهدف الأساسي من learning يا جماعة إنه إحنا to build a community of learners, إنه الناس مع بعض يكونوا community. But if we cannot build a community, a learning will not happen. And building the community بيتطلب إنه يكون في نقاش بين الناس. يعني إذا كان إحنا حنرسل فقط نعمل محاضرة بتاعتنا نعمل فيديو ونرسلها للطلاب and that is it, هنا نحن بيكون أدينا مهمتنا في إنه نحن درسنا. لكن مهمتنا في إنه هل الطلاب يتعلموا ولا لا ما حتكون اكتملت 100%. Running a discussion online is a skill وعندها principles لازم نتعلمها. لأنه حتى نحن running a discussion inside the class مرات بيكون صعب. إذا كان نحن عندنا 50-60 طالب في الكلاس مرات بنلقى روحنا we couldn't involve كل الناس. فما بالك بنت الآن عندك 50-60 طالب كل واحد في مكان وفي ناس قد يكونوا فاتحين الكمبيوتر وهم ما موجودين اساسا. ففي طرق لازم الناس تتعلمها. فالكباسيتي بيلدينج مهمه جدا جدا كإديوكيشن استراتيجي. نيكس محمد. ده بيخلينا دارين احنا نبني ليرنينج انفايرمنت. Learning environment بنبنيها بأنه ممكن يكون عندنا synchronous sessions or asynchronous sessions. Synchronous sessions بنقصد بها أنه ندرس الطلاب في متزامنا. يعني أنا أكون بدرس مثلا الأستاذ بدرس والطلاب كلهم حاضرين من بيوتهم أو من 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 من, من أماكن تواجدهم. أو أنه أنا أدرسهم بطريقة أنه لا كل شخص ممكن يدخل على الماتيريال في وقت المناسب ويشوفها. كل واحدة عندها advantages and disadvantages. الآن في
كلام كثير جدا في السودان عن انه والله الانترنت فيها مشكله. اذا احنا كنا اقتنعنا ان الانترنت فيها مشكله يبقى السينكرونس يفترض يقل تو ذا مينيمم والاسينكرونس يفترض يزيد تو ذا ماكسيمم. والاسينكرونس يا جماعه ما بيكون مفيد ما لم يكون مرتبط بديسكشن فورم. يعني اذا كنت انا برسل المحاضره للطلاب كفيديو او كباوربوينت او كسلايدز او حتى كصوت لازم تكون متزامنه مع ديسكشن فورم عشان انا اقدر تو بيلد الكوميونتي اوف ليرنرز. عشان انا تو بيلد الكوميونتي لازم اعرف انه هاو تو انجيج ذم. يبقى الانجيجمنت بتاعهم هيكون يا اما عن طريق اسئله يجاوبوا عليها، assignments، discussion بيناتهم، عمل لهم groups. دي كلها أشياء في التريننج اللي قلنا تكلمنا عنه في الأول لازم نعملها على أساس إنه يكون عندنا learning environment تقدر تحقق learning مش تحقق teaching. نتكلم عن learning outcomes ما بنتكلم عن teaching activities. من الأشياء المهمة جدا في الاستراتيجيز لما نتكلم عنها لازم نحدد كيف هنعمل الأسسمنت. إذا قلنا للطلاب ما في assessment nobody will learn. لكن at the same time إحنا عاوزين نعمل assessment يتماشى مع الظروف اللي إحنا فيها. إنه هل أنا ملزم بالقوانين إنه يكون عندي attended assessment؟ يعني إنه لازم الطلاب يكونوا موجودين قدامي وأراقبهم. هل في الحالة دي أنا هأخر assessment إلى أن الظروف تتحسن؟ ولا القوانين في الجامعة بتسمح لي إنه أنا أعمل أنا attended assessment open book exam assignments وأخذها towards summative assessment بتاعهم؟ وهل إذا القوانين ما موجودة هل ممكن أخلق قوانين في الجامعة تسمح بالassessment بالطريقة دي ولا لا؟ ودي مهمة جدا يا جماعة. لو قلت للطلاب أنا حادرسكم لكن ما حامتحنكم يبقى أنت you lost immediately جزء كبير جدا منه. ولو قلت للطلاب أنا حامتحنكم إنكم تجوا الكلية يقول لك طيب إذا صار حاجة الكلية امتحن يبقى وين السيفتي؟ وليه ما خلاص ما أجي أدرس وربنا هو اللي غطى علينا يعني. وحتكون في مشاكل مع الأهل، في مشاكل مع الـ health system regulations الموجودة. فإف you do not think about the assessment early جزء كبير من البلان حقتك للـ learning حيكون فيها إشكال. هل في possibility إنك أنت تعمل pass and fail system rather than ABC؟ وده كيف بيتماشى مع الـ transcript بتاع الطلاب later on لما يتخرجوا؟ ولا لا انت ممكن تعمل فورماتيف اسسمنت الان انت بوستبون السمتيف ل towards the end of المشاكل اللي احنا فيها. الايديا هنا يا جماعه انه when we plan الكريكولم اللي احنا هننفذه يفترض نعمل planning according للبروبلمز اللي احنا الان عايشينها عشان احنا نكون زي ما بيقولوا responsive curricula. لازم نعمل كوريكولم يتماشى مع النيد او الريسورسز اللي احنا عندنا. لازم نعمل كوريكولم يتماشى مع ليرنينج نيدد باي ذا ستودنتس. ولازم يكون عندنا الادوكيشن استراتيجيز في التيتشنج والليرنينج والاسسمنت اللي بتتماشى مع الظروف اللي احنا عايشين فيها. نيكست محمد. بالنسبه للامبلمنتيشن طبعا الامبلمنتيشن بيحتمل على الديفرنت سيناريوز الحدث الطبيعي يعني الان في الوضع النيو نورمال. هل هيستمر السوشيال ديستانس ولا هيحصل تنفيذ للمنهج جزء منه اونلاين وجزء منه اون كامبس بمحاذير معينه؟ هل في النيو نورمال هل نحن حنجيب نفس الاعداء نفس الطلاب باعدادهم للكليات ولا حنتعامل معاهم بصوره بمعالجات معينه بحيث انه
يجوا ناس يجوا جزء من الطلاب ويجوا طلاب في وقت ثاني، او في خلال اليوم الواحد يجوا جزء من الطلاب ويجي الجزء في اليوم في 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 نهاية اليوم، او جزء يكون موجودين في البيت سايد تريننج بمحاذير معينه وجزء يكون موجودين لنا في المهم. فكل الاشياء دي مع بعضها بتحكمنا في الامبلمنتيشن. لكن بصوره عامه بتظل في خيارات متاحه، من ضمنها اذا كان الخيار بتاع تنفيذ المنهج اعتبار منه جزء only e-learning وجزء on campus، فبتظل خيارات الفليب كلاس روم هي الخيارات اللي ربما تكون انسب باعتبار انه الماتيريال الان تكون موجوده في learning management system او تكون موجوده متاحه للطلبه بالطريقه اللي بتتناسب مع كل جامعه وكل كليه، يتم عليها الاطلاع بصوره بصوره in advance، وبعدها يجي الطلاب للكليه يكون في كونتاكت مع الطلاب بين الطلاب والاساتذه لفتره زمنيه محدده بسيطه، حيث انه يكون الغرض منها الاستجابه لاسئله الطلاب، وما بينتهي الامر هنا، يكون في متابعه بعد ذلك في الليرنينج مانجمنت سيستم من خلال اسئله، من خلال اساينمنت، من خلال كويز. هذه طريقه فعاله جدا مستخدمه في الوضع ما قبل كورونا، وربما تكون من ضمن الخيارات الناس تستعملها في المستقبل. وزي ما نقول رب ضارة نافعة، يعني كي الآن الوضع ما بعد كورونا حيكون مختلف تماماً عن الوضع ما قبل كورونا. يمكن الآن في مفاهيم كثيرة جداً حتى بالنسبة لنا إحنا كإديوكيتر وبالنسبة للزملاء وأساتذتنا اتغيرت في اتجاه الاي ليرنينج. يمكن زمان الناس بتفتكر انه الاي ليرنينج ده ما بيحصل فيه تعلم بنفس القدر بتاع الفيس تو فيس ليرنينج. الان بفضل الله من الحاجه البوزيتيف في كورونا من الايجابيات، لقينا انه في كثير جزء كبير جدا من المنهج يمكن تطبيقه عن طريق الاي ليرنينج وعن طريق الاي كوريكولم، وفي اجزاء يمكن تطبيقها بتحديات، وفي أجزاء لابد إنه يكون فيها تدريب عملي فيما يختص بالبيتسايد تريننج ولا الكلينيكال تريننج. فربما يعني حتكون الفليب كلاس روم من الخيارات المناسبة في التطبيق. أنا في الشريحة اللي حابي توينفاسايز على حاجات مهمة جدا جدا كان أتكلم عنها محمد، فيما يخص وضعنا في السودان، المشاكل المرتبطه بالنت، المشاكل المرتبطه بإتاحة الديفايسز، المشاكل المرتبطه ربما بالالكتريسيتي في بعض القرى. فربما يكون الاستخدام بتاع سينكرونس ليرنينج او المتزامن بحجم أقل، ويكون في استخدام أكبر للإسينكرونايز. وسبحان الله في الأدبيات، في الأبحاث، في الليترشر زي ما قال محمد برضو which is better، ما في إجماع لأنه الأفضل منه، لكن كل واحد فيه عنده مزايا، كل واحد فيهم عنده دروبة. الحاجة المفصلية هنا أو الحاجة الأساسية whether synchronize ولا asynchronize، النجاح بيعتمد على الجود كوميونيكيشن مع الطلاب، بيعتمد على الكلير انستراكشن، بيعتمد على هاو تو انجيج ذم اللي هي المهارات اللي كنا بنتكلم عنها، مهاره التكنو بيداجوجيكال سكيلز، وهاو تو جيف ذم، كيف تديهم فيدباك تايملي وكونستراكتيف فيدباك وتو ذير ليفل. فبنقول انه الاسينكرونس ربما يكون الخيار الافضل. والآن كثير جدا من المنصات التعليمية زي كورسيرا، زي أوديمي، زي ميني ميني ميني، حتى إيفن الماستر بروغرامز شغالة بالأسينكرونس ليرنينج، والفيديوهات زي ما قال محمد very short videos، وبيكون حوالينا أسئلة بحيث إنه تضمن الطالب بعد، يعني الأسئلة تكون موضوعة بحيث إنه الطالب إذا جاوب على الأسئلة حقق نواتج التعلم المقصودة.
الحاجة اللي برضو ممكن تكون فعالة في البداية لتطبيق الإي كوريكولم اللي هي أصفار إنه نحن ويستارت سيمبل أصفار لأنه بيحقق نجاح بإذن الله يكون النجاح المقصود لأنه نحن بنحتاج ندير عملية بتاع chain management والحمد لله يمكن من الظروف الآن بقت مساعدة للمسألة دي بنحتاج فيها مسألة بتاع تدريب فيها مسألة بتاع طلبة انتقال فيها مسألة بتاع setting جديد فأصفار as we are يعني كي من المسألة simple فدي ممكن تكون عامل كبير جدا من عوامل النجاح يعني we can start with narrated powerpoint slides حاجة simple free متاحة برنامج البوربوين ممكن نستخدمه ونسجل السلايد وترسل للطلبة معها كويزز معها كويتشنز معها ديسكشن فورم أو ريدينج ماتيريال يكون حوالينا في نقاش بتبقى المسألة تحت الكلينيكال في معالجات لها بحسب إمكانيات كل كلية عشان كده كل كلية بتحتاج إنه تعمل نيد أسسمنت أكوردنج للسيتنج بتاعها وممكن يتم إذا تحسن الوضع بحيث إنه تكون بأعداد قليلة وبما يضمن سلامة الطلبة وبما يضمن سلامة المدربين. إحنا حالياً خلصنا ريسيرش يمكن في 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 ما يختص بالسينكرونس والأسينكرونس سيشن وكان نتائجه متماشية مع الأدبيات في إنه واحدة من التوصيات اللي كان بيوصلنا الطلبة إنه هم بيحتاجوا less synchronous sessions رغم settings الموجودة باحتبار إنه الطلبة إذا كان موجودين online لفترة طويلة دي بتكون مسألة بالنسبة لهم مرهقة جدا خاصة مع ظروفهم مع إمكانياتهم مع attention span بتاعه فهم وصلوا إنه less synchronous with a short duration of videos يعني الآن تطبيق المنهج في الوضع الحالي بيختلف عن تطبيق المنهج كما كان يعني إذا كان المحاضرة مثلاً بتقدم في 50 دقيقة الآن حتى يبقى في السينكرونس if we can keep it very short it will be better ونخلي الطلبة ياخدوا زمن يكملوا تعلمهم في learning management system واحدة من توصياتهم هم بيفتكروا asynchronous فعال شرط إنه يكون موجود في clear instruction قبل الفيديو ومع الفيديو وفي good communication في أسئلة مرتبطة بالفيديو وفي time لفيدباك زي ما كان يتكلم عنها محمد جبيل القواعد المرتبطة بالdiscussion عشان كده دي بتقودنا لحاجة مهمة جدا في asynchronous إنه نحن بنحتاج to build rubric to build قواعد لإدارة النقاش لأنه في السيتين في الوضع الجديد بيكون في ثلاثة محاور للإنجيجمنت في السيونس في إنجيجمنت بين الطالب وبين الأستاذ في إنجيجمنت بين الطالب والمحتوى والمادة العلمية والسيتين اللي هو موجود فيه وفي إنجيجمنت بين الطلاب فيما نفسهم فيما بينهم فعشان كده في الحالة دي وضع معايير محددة للدسكشن فورم بتكون مهمة والمعايير دي مرتبطة ب how frequent يعني كم بوست يفترض يعمل الطالب وكم كومنت لزميل من زملائه ومرتبطة ب quality of discussion عشان ما تكون المسألة فيها برضو copy وبس من ال من ال من ال من ال other sources ومهمة جدا إنه في discussion forum إنه دوما تصايد ويرجع للمرجعيات باعتبار إنه إحنا we are teaching and learning them المسائل المرتبطه بالإثيكس والاكاديميك انتجريتي وكذا ايضا السيتنج ربما يكون في بعض التغيير اذا اضطرينا انه نجيب الطلاب للكامبس لتجارب لكليات مثيرة يمكن عاملين اكزام في ستاديوم او اكزام بعدد بسيط جدا من الطلاب في قاعات مختلفه المرحله الاخيره وهي في غاية الأهمية من الـ Six Step Approach اللي هي مرحلة الـ Evaluation and Feedback وزي ما شايفين يمكن في الشريحة قدامنا إنه هي it is not linear هي في ارتباط فيما بينها
والإيفالويشن أند فيدباك مرتبط بالإنديفيدوال الليرنرز الطلاب الأساتذة بالبرنامج ككل. لذلك من الأشياء ريكومندد إنه يكون في إيفالويشن أند ريبورتينج أون ديلي بيس المشاكل الموجودة على أساس إنه يتم معالجتها أون ويكلي بيس و كومبرهنسيف ريبورت. ومهم جدا تكون الغرض من الإيفالويشن عن فيدباك التطوير المستمر. يعني إحنا we will put our hand on the pulse على أساس إنه لو في أي أشياء محتاجة لمعالجات إحنا نعالجها. في أي أشياء حصل فيها قصور في التنفيذ إحنا محتاجين نعالجها. مهم جدا ما ننسى المنهج الموجود سابقا والتشينج الموجود. وزي ما كان يتكلم قبل محمد هل إحنا نحتاج نقدم محاضرات نعدل في المحتوى, لكن we have to make يعني to keep our eye يعني on original curriculum. محتاجين نعمل توثيق مهم جدا للتجربة. محتاجين to publish التجربة على أساس إنه بمرحلة مهمة جدا, يعني ليس فقط في التعليم الطبي وتعليم المهن الصحية, مرحلة مهمة جدا للحياة الإنسانية. كورونا غير كثير جدا, فالببليكيشن مهم على أساس إنه لقدام الأجيال الجاية لا قدر الله لو حصل تجارب مثيلة الناس تمشي عليها بصورة ناجحة. ختاما as a take home message, الكي كوريكولم is not as similar as classical curriculum. ربما ما يكون تغيير في المحتوى, لكن في طريقة التنفيذ, في duration, في الطريقة بتاعت engagement. مهم جدا إنه نستصحب معانا change management process و to reassure the people و to listen to them للتغيير. يكون في clear channel of communication, يكون في support addressing الحاجات psychological. مهم جدا to consider the student environment, والسيولين هم يعني جزء أصيل من التغيير. أنا بكرر إنه التغيير إذا ما كان فيه الطلاب ربما تواجه كثير جدا جدا من المشاكل. مسألة الفاكولتي ديفلوبمنت مهمة جدا, والفاكولتي ديفلوبمنت مرتبطة بمسائل مرتبطة بالمهارات في التدريس, ومسائل مرتبطة بالتعامل مع الليرنينج مانجمنت سيستم, ومسائل مرتبطة بالستودنت انجيجمنت. وجود قنوات بتاع التواصل مهمة خالص. والرسالة المهمة جدا إنه we need to keep it very simple. يعني يحصل تغيير, keep it simple. نبدأ في بالنا المرحلة الأخيرة, لكن let us keep it simple عشان نضمن إنه يحصل تغيير يكون فعال. بإذن الله إن شاء الله يوم الاثنين الجاي حيكون في session in detail عن the engagement strategies for learner using the e-learning and learning management system. يكون في frameworks, techniques and tools. جزاكم الله خير على الاستماع. دكتور أنور الآن ممكن لو في أي مداخلات مرتبطة بالأسئلة أو مقترحات أو تعليقات. شكرا جزيلا دكتور محمد حسن ودكتور محمد الحسن على البرزنتيشن يعني الرائع والمليان شحمان شديد ما شاء الله. ففي عدة محاور ممكن الناس تناقشها. لو في أي واحد هنا موجود في الجلسة عنده سؤال ممكن يستخدم خاصية raise hand من الـ participants. وفي عدد من الأسئلة والمداخلات برضو جات عبر الفيسبوك. فمثلا في هنا مداخلة من دكتور عاطف محمد عمر يقول لك you don't need to postpone the clinical or the practical teaching. You have time to distribute the students into small groups to do that. ما رأيك في هذا؟ يعني هل الكلينيكال هي it depends على regulations. It depends على regulations الموجودة في البلد. يعني إذا كانت البلد بتقول والله الستودنتس ممكن يجوا للمستشفيات بيكون طبعا أحسن. الآن في كلام كثير جداً بيقول إنه والله this is a good chance to train the students على الإبيديميكس والبانديميكس. وهم في الآخر
بالاخر الطلاب بتاعنا في الطب والعلوم الصحيه هم الناس اللي حيمسكوا المستشفيات ان شاء الله، او الناس اللي حيشتغلوا في المستشفيات. والان الناس الموجوده في المستشفيات الجيش الابيض هم اللي تخرجوا من الكليات قبل سنين بسيطه. فحتى امس كان ناس ال WAMC اللي هم في امريكا كانوا مطلعين نوتس لايك زي انه يا جماعه ما معناها انه ما هم الطلاب دول حيكونوا دكاتره بعد يوم يومين او بعد فتره بسيطه يعني. فتقول لا نحن ما نوقف الكلام. في ناس بيقولوا لا كمان على النقيض، معروف تماما انه طلاب الطب هم 35-40% more liable to stress than the general population. يعني هم عندهم قابليه لانه يكونوا ستريس 40% اكثر من الـ من الـ من, الـ من العموم. ليه؟ لان عندهم معلومات كثيره عن الامراض وعن وعن وعن، لكن ما عندهم البراكتس. فبقول لك انه كمان اذا انت جبت طلاب الطب في وقت زي ده للمستشفيات وهم معروفين انه هم ليبل مور الاستريس، ده ممكن ياثر على الـ 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 الناحيه العقليه بتاعتهم والصحيه الصحيه النفسيه، وبالتالي ياثر على التحصيل بتاعهم، وممكن هم نفسهم يكونوا سبب مشاكل في المستشفيات. فيو نيد تو وي ثينكس، لكن الجنرال توجه انه postpone الكلينيكال الان الجنرال، ما عدا في بعض الدول زي ما حصل في يو كي انه الناس اللي هم في السنه الاخيره قاموا دخلوهم المستشفيات، اعتبروا لهم وجودهم في المستشفى جزء من التريننج، وزي عملوا لهم early graduation عشان هم نفسهم يكونوا support للhealth system. فدي it needs وزنة ما بين معطيات البلد الصحية، ما بين حوجة النظام الصحي، ما بين الregulations الموجودة في البلد. لأنه في بعض الدول مثلا قالت لا نحن ما لم نعترف بحاجة اسمها early graduation، طلاب اللي يجوا ويدرسوا ويمتحنوا الامتحان العادي، فبالتالي أجلوهم. فإت نيدز وزنة. ده بيرجع يعني يا أنور لسؤال في الشات هنا بيزعل عن إنه هل في تريننج كلينيكال فيرشوالي؟ في موجود، لكن في الآخر لا يغني عن المريض. يعني الهدف منه مش إنه يغني عن المريض 100%، لكن الهدف منه إنه يقلل الكونتاكت مع المريض as much as possible. يعني في بعض لكن هل الان احنا في وضعنا في السودان هل بنقدر نوفر البروجرامز دي؟ كويستشن. جزء منها حتى عندنا المبالغ الماليه المحتاجاها، جزء منها ار امريكانز ومحتاجين لبعض اللايسنسنج مشاكل. فاذا كان في امكانيه احنا نرجع الطلاب للمستشفيات على حسب مقترح عاطف، يس ممكن. إذا كان لا خلونا نشوف إنه والله كيف ممكن ندرسهم بما يتماشى مع الاكسبكتد رول بتاعهم في الوقت الحالي إن شاء الله. في سؤال دكتور نور من الفيسبوك إنه they need to share the questionnaire. إن شاء الله after the session ده إحنا we'll send the link للكوتشينير ممكن الناس تستخدمها في need assessment ده من خلود. من عواطف سألت عن الإكزامس ممكن نأخذها كمستويات. يعني what has been done by different schools، في ناس اتجهت للأوبن بوك إكزام، وفي ناس اتجهت للفورماتيف أسسمنت باختبار إنه هو شنو الغرض من الإكزامس. يعني هل نحن مش تايم في أسسمنت، نحن محتاجين هل assessment for learning ولا of learning. بتبقى ال 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 yes we can use formative assessment بحد كبير. We can postpone the high stake exams بما يضمن سلامة الطلاب وإحضارهم، زي ما كان من ضمنها ال outdoor exams اللي كان عرضناها في الصورة دي. ومن ضمنها في بعض الحاجات ممكن نستخدم الليرن مانجمنت سيستم تول بتحفظ معين لانه عندها بعض الدروباكس. فور كلينيكال اكزامز محتاج انه نوفر السيتنج الامن زي ما قال دكتور محمد على اساس انه نعمل فيه ال الاكزامز. برضه الاخت خلود صلاح يعني شددت على حاجه مهمه اللي هي السيدن بوليس في التغيير، اللي هم الروابط الموجودة والجمعيات العلمية الموجودة في كلياتنا.
باعتبار انه ممكن يكون فيكم كوميونيكيشن كويس جدا مع زملائهم, وممكن يحكسوا حاجات مهمه جدا فروم الستودنت برسبكتيف نحن قد تكون ما واضحه بالنسبه لنا. فدي دي دي يمكن انا تابعت بعض المداخلات في الفيس, صفحه الفيس على اللايف, واللي كان اي في عدد من العدد من الاسئله والمداخلات هنا في الشات. اوكي طيب قبل ما امشي لا برضه في دكتور احمد السيد, بروفيسور احمد السيد من الجامعه الازهري, وشايف برضه ضمن الحضور هنا ما اعرف هل ده دكتور نصر الدين محمد احمد شريف الدفعه وامين الشؤون العلميه في الجامعه الازهري ولا زول ثاني. عامه انا ارجع للنقطه اللي اسيرناها كان قبل ما نبدا السيشن بالضبط اللي هي بتاعت التيك توكس. ايوه حضرات الاكاديميه لو كنا حنمشي احنا في الاسينكرونس ابروتش, المحاضرات الاكاديميه لازم تكون يعني لايف, لازم تكون حاجه زي التيك توكس كده, حاجه انسبايرنج, لانه احنا هسه حاليا الاكسبيرينس اللي بنلقاها في المحاضرات الاكاديميه هي كل شيء بط انسبايرنج, يعني الحاجه الوحيده اللي بتكون ماده زي اقول شنو تو كيل يور تايم بها. فهنا ده برضه محتاج الاستاذ انه يفكر في انه حاليا هو اكتر, هو زول ما بس زي ما قلت قبل اتفضلتوا في البرزنتيشن بتاعتكم, ما زول داير يعمل الواجب بتاعه في التيتشينج, انما داير يعمل العمليه بتاعت الليرنينج ويتاكد من الفيدباك بتاع الطلاب. فالحاجه دي محتاجه برضو سبيشال تريننج. انا اتمنى انه لو كانت اديتونا فيها انبوت, يعني كيف انك تخرج محاضره, كيف انك انت تستخدم يعني بلاتفورم كويسه, الصوت, اللايتنج, لو في انيميشن, الجزء بتاع الجيميفيكيشن, دي حتات كلها محتاجين نعرف في الاي كوريكولم ديزاين والديفلوبمنت حتكون شكلها كيف. هو شكرا انور, ده برضه بيخليني ارد على دكتور صلاح. هو كان بيتكلم عن الرول اوف تيتشر ان اونلاين انفايرمنت. هي فيري فيري امبورتنت, وزي ما انت تفضلت, لكن هي ده حيكون الموضوع بتاع الويبينار الجاي, لانه engagement of the students اللي هنتكلم عنه من تجهيزك انت للماتيريال اللي بترسله له للي هو هيحضره, لانه كيف تعمل له الاستيميليشن اللي انت الانسبيريشن اللي انت قلته في انه to keep نفسه قدام الكمبيوتر. لانه الطلاب in general احنا كهيومن بينز لو ما لقينا حاجه ممتعه ما بتجبرنا يعني. فان شاء الله احنا في الويبينار الجاي حنتكلم عن التولز, حندي امثله انه والله كيف المحاضره تكون وبطريقه فيري سمبل, يعني هنستخدم مينلي ما هو الموجود عند اي واحد عندنا في الكمبيوتر, ما 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 حتى هنتطلب الناس تجيب سوفت ويرز. في من دكتور سامي هباني تكلم عن انه والله احنا لازم نتماشى مع العالم, وافتكر انه ده كلام يعني نحن الان بنعمل علينا في انه زي يقولوا انكريز الاويرنس ونعمل الشر, وبرضه في جزء بيحتاج للبوليسي ميكرز يكونوا معنا على اساس انه نحن مع بعض نقدر نمشي. هو انه هم اعتقد انه ديفينتلي هم عندهم تفكير, لكن ان شاء الله نرى النور. تكلمت عن دكتور سامي تكلم عن الكلينيكال والفيرشوال كلينيكال. يس انا اتفق معك دكتور سامي انه في بروجرامز كثيره جدا فيرشوال كلينيكال الناس ممكن تستخدمها, لكن وفي مجانيه, لكن الفيرشوال المجانيه عندها خطوره كبيره جدا جدا. الاولى انه هي لا تتماشى مع الكوريكولم بتاعك 100%, لانه هي يعني زي الاشياء وضعها ناس بحسب فهمهم هم وخدتوها, وانت بعد ده هل بتتماشى مع المنهج حقك ولا لا؟ دي نمره واحد. الحاجه الثانيه هل بتتماشى مع الكونتكست ولا لا؟ لانه الفيرشوال بيشنت ده اللي انت لقيته في بعض الاماكن قد ما يكون متماشي مع الكلتشر تحت البلد. مثلا في بروجرام اسمه DXR Clinician. DXR Clinician عنده تو فيرشنز, فيرشن مجاني وفيرشن مدفوع. الفيرشن المجاني هو اي شخص ممكن يستخدمه
لكن فيه مشاكل اللي انا قلتها دي. الفيرشوال المدفوع بيقعدوا معك وبيعملوا لك تيلر للكيسز الموجوده بما يتماشى مع المنهج بتاعك، وبيعملوا لك تيلر للبيشنتس والستوريز بتاعتهم بما يتماشى مع الكلتشر. يعني حتى ما بتلقى الاسم، اذا عاوز تستخدمه في السودان ما حتلقى الاسم ويليام مثلا او 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 مثلا كريستينا او سمثينج، لكن بتلقى الاسماء احمد ومحمد وفاطمه وخديجه وكده يعني. اوكي، حتى شكل ليه؟ لانه الطالب لو ما حس بانه بيتعامل معاه ده هو مرتبط بالبيئه بتاعته، برضه بالنسبه له حيكون زي اللي كانه لقاه في يوتيوب او في اي مكان ثاني. فهي ممكن تكون بدايه، لكن لازم نكون عارفين الدروباكس بتاعتها ونكون مستعدين لها مع 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 الاشياء اللي احنا حنعملها باذن الله سبحانه وتعالى. ياسين كمال بيتكلم عن اللي فكره بتاعته انه how can we credit the volunteering and the MLU students as part of their learning. اتكلمنا مره فاتت ياسين في انه البروسيس ان جنرال ما هي والله عندنا محاضرات وكلينيكال راوندز عاوزين نعملهم، لازم يكون في تشينج في الليجيسليشنز وفي القوانين، ومن ضمنها القوانين بتاعه الفولنتيرنج. زي ما اتكلمت ذكرت انه في دول قالت والله يا طلاب الطب تعالوا اشتغلوا في المستشفيات في التيمز حقت كوفيد 19 ونعتبروا لكم جزء من التريننج حقكم ونخرجكم. في دول قالت لا كلام زي ده احنا ما بنقدر نمشيه، انه لازم انتوا اذا عاوز تشتغل فولنتير اشتغل فولنتير كانك منك ولنفسك، لكن لازم تجي تدرس وتمتحن على اساس انك تتخرج. فدي ياسين بتحتاج لوزنه ما بين القوانين تحت الكليات والجامعات والوزاره وحتى المجلس الطبي بعدين، عشان ما يعتبر لك انك انت والله تخرج يكون كامل. دكتور انا شايف شوف الاستاذ وزوم من الجلسه ونرد ونرجع للتعليقات في الفيس. نعم اي في بروفيسور احمد سيد المايك مفتوح، تفضل يا بروف. طيب اعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. اول حاجه كتر خيركم، انا افتكر المحاضره ممتعه جدا جدا، والحقيقه الواحد قاعد يسجل يعني حاجات كثيره كده جد استفدنا منها عشان الواحد يمشي لقدام. انا بس تعليق الحقيقه، ونحن اكشر يمكن ماشيين بنفس خطوات من عمل النيد اسسمنت، يعني يمكن استجابوا لنا من طلبه الجامعه كلهم حوالي 2300 لحد حسي، مدينهم 10 ايام حيخلص النيدز اسسمنت يوم الجمعه الجايه. بالنسبه للاساتذه استجابوا لنا 300 الى الان، وطلعنا بحاجات جميله جدا. الموبايل بنتريشن الاساتذه 100%، الطلبه 90%. اكشن احنا يمكن في ثلاثه تجارب ماسكيننا في نفس الوقت، زي ما يمكن ذكرت المرفض عملنا بايلوت، والبايلوت طلعنا بنفس الكلام، كنت محاضره فاتت لها ساعه يو لوز. والحقيقه انا مشيت قريت في الكلام ده كثير، ناس الاعلانات في التلفزيون ده بيقول اتنشن سبان بتاع الهيومن بينج 15 ثانيه، بعد ال 15 ثانيه انت فقدته. يعني عشان كده هي نحن دينا وي هاف تو، الحقيقه يمكن الكومنت الكبير اللي انا جايه في شنو؟ احنا لازم نبتدي يا جماعه، لانه بصراحه كده الحاجه الواحد يتعلمها. بس يا بروف في حته مهمه، الاتنشن سبان في الانترنت والله 8 ثواني ما 15، 15 في التلفزيون. يعني انا اول حتى 15 نقصتها. اي والله صعبه جدا. تفضل يا ابو معلش. يلا شوفوا الكلام ده بيجيب شنو؟ بيجيب انه نحن كاساتذه لازم نتغير، عندنا حاجات كثيره جدا لازم نتعلم. انا والله حاسس بيجي ان احنا عندنا يمكن الاخ نصر الدين معانا هنا، عندنا لجنه في الكليه احنا حاطين ديدلاين السبت ده نطلع بمقترحات في الجامعه، نطلع بمقترحات والمانجمنت اوف تشينج عشان نحاول نقنع بها الناس ونشوف ارائهم شنو. ونحن على فكره يعني الحاجه الجميله طلعنا بها بين الفيسبوك والاستبيان النيدز اسسمنت عملناه، طلعنا ده ب 1500 كومنت من الطلبه، فيري 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 يوسفول، وحنستفيد منها كثير جدا. لكن انا بالنسبه لي يمكن الحاجه الاساسيه حسي نحن كاساتذه علينا اعاده، انا افتكر ده ما وقت نفكر في كلينيكال، وفتحنا حاجات اكثر من اللازم. نحن محاضراتنا العاديه اللي بندرسها دي لازم نعيد تعليم نفسنا في انه ندرسها كيف. وعلى فكره يعني في حاجات بسيطه، الباوربوينت انا كتبت الاستفاده الامريكيه هنا دي متوقع منه ورد بكره الباوربوينت، نحن كلنا شغالين بباوربوينت زي ما عارفينه يعني، فدي حاجه داري لله. نحن بنرسل الاوديو باوربوينت فليب كلاس روم، بيجوا الستودنتس بيرجعوا لنا ويتكلموا لنا. وبعدين يعني
لازم نبتدي. ولما نكون دارين نبتدي أوريكم واحدة من شركات الموبايل اللي أنا بتكلم معاه نص ساعة عندهم learning management systems جابوها من شركات ما أعرف شركات دي وين, وعندهم ثلاثة options عايزين. نحن لازم نفرض كأساس الجامعات طريقتنا بمودل دي ما في اثنين ثلاثة لا, لأنه بنعرف يعني نحن مع أنه نحن في needs assessment دي 20% من الأساس و 20% من الطلبة بس دي الجامعة يعني 14,000 طالب 1000 أستاذ 20% of those who responded know how to work are comp, they think they are competent enough to work with Moodle. فعينوا الجاب الفاضل لنا, هنعلم الناس زين, هنعلمهم زي ما قلتوا التكنوبيدولوجيكال طريقة التدريس بتاعتنا هتختلف كله. محاضرته كان بيديها في ساعة, وعلى فكرة الطلبة نحن الاستبيان بتاعنا زمانك انت كنت في المحاضرة 80% ما كانوا بيشوفوا الباوربوينت ذاته 70%. طيب انا خدت لهم سؤال ضفته في الجوجل فورم طوالي, طيب اللي بيجيبكم شنو؟ والله بنجي تو سوشيالايز, بنقابل اصحابنا وكذا يعني ما بتشوف المحاضره ولا بتسمعها وجاي تتونس مع غيره. طيب يا اخي, وعلى فكره دي واحده من حاجات اللي هنا ده لازم نعتبرها اونلاين ليرنينج. مشكلته شنو؟ والله انا مرات باجي الجامعه دي داري تونس ساي. طيب دي حنحلها كيف؟ الديسكشن فورمز حنخليها لهم. يعني نقطتي الاساسه علينا نتعلم كثير جدا. انا افتكر ما يعني ما نتاخر كله somehow لازم نبتدي بطريقه ما كمان يعني عشان المانيمت اوف تشين نطمن الناس كلها نطلب نقول يا اخي ما في امتحانات حنمرركم ساي وكذا لما الظروف كذا تتحسن, لانه دي مرحله كلنا دايرين نتعلم انه شغالنا دي المدارس قدام كيف. عشان كده ما حنعاقب ذول بعد سنه ستة شهور مع سنه ثالثه بعدين نمتحن كل امتحان سنه ثانيه نشوف لنا طريقة ما. These are my feelings. وكتر خيركم تاني على المحاضرة الجميلة. كتر خير على المداخلة, ونتمنى إن شاء الله يعني تجاربكم دي تحكسوها للزملاء في السودان في الكليات التانية على أساس إنه يعني يستفيدوا منها. ياريت برضو ما عمل يعني لو تبي ببلش على أساس إنه تكون تجربة مفيدة الناس تستفيد منها. أنا بقدر أعلق على السوشياليزيشن دي جانب مهم جدا أبروف على في الـ e-learning يعني, ودي إن شاء الله من الحاجات اللي هنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله في السيشن الجاي. دكتور محمد الحسن استعلم ولا نأخذ؟ لا خلينا نشوف الناس طيب في دكتور حمودي سعيد تفضل دكتور حمودي. دكتور حمودي you are unmuted. أنا عملت unmute for all, just open the mic. طيب ممكن نأخذ دكتور سامي حباني. دكتورة سامية. دكتور سامي. دكتور محمد عمر. أي نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا والله يعني مشكورين جدا على المحاضرة الغيمة, لكن بس عندي بعض النقاط وبعض الأسئلة أتمنى إنه نعرف الإجابة عنها. مثلا دكتور محمد, أنت قلت إنه الإي كوريكولم يتماشى مع الجانحة. طيب إذا كان هل كل الدفع مثلا نمسك طلاب كلية الطب, هل كل الدفع الصوت واضح؟ أي واضح. هل كل الدفع يعني مثلا نعمل إي كوريكولم لكل دفعة يعني مثلا الأولى والثانية والثالثة, وهل إذا كان في حاجة مثلا فعل الطلاب مثلا في المستوى الخامس ما عندهم علاقة أو البروغرام بتاعهم ما عنده علاقة بالجانحة مثلا يكون عندهم فضل لهم الكورس بتاع سيرجري, هل ممكن برضو في إمكانية نعمل لهم إي كوريكولم له علاقة بالسيرجري فقط ولا إلا يكون حاجة خاصة لها ريليتد للكوفيد 19؟ دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية, نحن على حسب التجربة, أنا طبعاً إحنا في المملكة هنا وقف
المقرر اوقف الكورس في نص السيمستر فتمينا اي ليرنينج. لكن في بعض المشاكل واجهناها، مثلا عندهم موديل، مثلا الكليه عندهم موديل، الموديل لقينا انه الطلاب في بعض العيوب، انه ما احيانا الكوميونيكيشن ضعيفه جدا، واحيانا يقول لك الصوت ما واضح، فاضطرينا نستخدم بعض اللي هو السوشيال ميديا، مثلا زي الواتساب، عملنا جروبات في الواتساب ده يعني الستودنت كوميونيكيت ايتش اذر، واستخدمنا الفيسبوك، بعض يعني بعض السوشيال ميديا ساعدتنا في انه نوصل ما تبقى من الكوريكولم للطلاب. فهذه الحاجه او هذا الشيء اصلا متاح نحن هنا مثلا في السودان. انا من الناس اللي عملت ماجستير ان اونلاين اللي هو الميديكال ادوكيشن جامعه الجزيره، وكنت في غريه، يعني انا من ولايه القضارف في غريه نائيه جدا، فكنت بتابع الماصر الاونلاين، وكنت رغم انه النت ضعيف لكن بالتلفون قدرت انه اللي هو واصلتها، والحمد لله الموضوع بالنسبه لي كان ممتع جدا. فانا شايف انه في السودان حاليا ما يمنع انه الناس تواصل حتى لو كانت اللي هو بالسوشيال ميديا، بس مثلا عن طريق الفيس وعن طريق اغلب الناس في اليومين ديل عندهم بيعملوا لايف، واغلب السودانيين عندهم خاصه الستودنتس عندهم سمارت فون، فهم بيقدروا يتابعوا المحاضرات او يقدروا يواصلوا الدراسه بتاعتهم. طيب بالنسبه لبرضه من الحاجات اللي انت ذكرتها يا دكتور محمد، السكرونيك والاسكرونيك، اللي هو هنا في البدايه كان استخدمنا هو الموديل، لقينا انه زي ما قلت فيه عيوب، فبقينا نستخدم الزوم كان بدي برضو ما اعرف انه دكتور انور بيخليه انه يعني يشتغل اكثر من نص ساعه، كان بدينا نص ساعه، فاضطرينا انه لقينا منه في برنامج في جوجل اللي هو عنده الميتنج ده، هل هو كان ما متاح، لكن في فتره الكوفيد 19 بقى متاح، فكان الطلاب بنعمل محاضره وبنسجل الطلاب، يعني باختباره عملنا الحضر معي اونلاين، خلاص اللي ما حضر معي اونلاين ممكن يحضر شنو، يحضر المحاضره مسجله، واذا في ديسكشن كان بيتم عبر شنو، عبر الواتساب. فانا شايف انه ممكن نستخدمه الاثنين بالنسبه للاي كوريكولم، بحيث انه الطلاب يعني ما يضيعوا زمن اكثر من الضاع، والعمليه التعليميه اللي هي تستمر، رغم انه واجهنا هنا على حسب التجربه اللي انا عشتها واجهنا صعوبات جدا في تقييم الطلاب، اللي هو في النهايه اضطرينا انه نعمل تقييم نعمله بحيث انه يكون جزء منه assignment وجزء منه يكون short quiz، بحيث انه يكون مثلا الكويز بخمس درجات 10 درجات، بحيث يكون اقل من الدرجه او المعتاده بالنسبه للكويز، والكويزات عشان نقلل التشيتنج بنعمل شنو، بنعمل ام سي كيوز، وبندي الطالب اللي هو حوالي على حسب الاسئله ممكن تكون اللي هو حسب الستاندر العالمي اللي هو زمن معين، بحيث انه اذا ما حله يكفل منه ويدينا الدرجه الحقيقيه بالنسبه له. وده تقريبا كل الحاجات اللي انا عايز اقولها، وبشكركم مره ثانيه على المحاضره الغيمه، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. طيب انا في ثلاثه نقاط هنا من الكلام بتاع دكتور محمد عمر ده. النقطة الأولى اللي هي إنه اليونيفرسيتيز في السودان حالياً البيزنس موديل بتاعها يفترض إنه يكون فيه جزء بتاع الانفستمنت في الانفراستراكشر وتحديداً الكونكتيفيتي بتاعت الإنترنت، يعني ما ينفع إنه الناس دار تتعامل بنفس الطريقة القديمة بتاعت إنه لو حتى في واي فاي في الجامعة تلقاه في سبوت شغال وفي سبوت تانية ما شغال، المفروض الكامبس كله يكون فولي نتورك، دي حاجة يفترض إنه الجامعات تكون جادة فيها جداً ويكون التعليم العالي يلزم بها الناس. الحاجة الثانية اللي هي الكليات المفروض تتكلم مع بعض، لأنه هسي الواضح إنه الجامعات بتتكلم مع العالم لكن ما قاعد تتكلم الكليات داخلها فيما بينها. الحاجة الثالثة اللي هي الكلية بتاع تقنية المعلومات وعلوم الحاسوب في كل الجامعات يفترض إنها بعد ده تتوجه مشاريع تخرجها والريسيرش بتاعها في إنه how can we develop e-learning tools that يعني يكون appropriate مع النيد بتاعت الناس، يعني جامعة القضارف ممكن يكون عندها نيد مختلف عن جامعة كسلة، عن جامعة الخرطوم ولا جامعة الفاشر،
الحقيقة لازم الناس تعمل فيها investment في الفترة الجاية بصورة جدية، لأنه هتبقى المسألة زي باقي الحاجات الانفراستركشرز اللي ما قدرنا نطورها تحت الزراعة وبتاعت غيره في سنوات طويلة جدا جدا. فدي الثلاثة نقاط مهمة جدا إن الناس يعني تنتبه لها في الفترة الجاية. تفضل يا دكتور أحمد. شوف يعني اتفق معك دكتور انه التفكير يفترض يكون تفكير هوليستيك رادر ذان انه والله انا عندي كورس ما خلص. يعني 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 اذا كان التفكير انه والله نحن عندنا كورس ما خلص ضايرين نخلصه بيبقى نحن ما حنمشي قدام. لكن لو بقى التفكير انه نحن عاوزين تمبروف التيتشنج الليرنينج بروسيس والادوكيشن بروسيس عشان تكيب مع التطور الماشي في العالم يبقى ده الشيء المفروض يكون. قد يكون التريجر للحاجة دي هو رب يعني الحاجة اللي هي الانديميك اللي حصلت. لأنه مرات نحن وينيد إنه حاجة زي يقولوا تهزنا كده عشان نقدر نطلع من الكومفورت زون بتاعنا. يعني في واحدة من زميلاتنا هنا في الجامعة قلت لي عارف يا أحمد الحسن أنا كلامي إنه أن إحنا خليتونا نعمله in two days لو كنا في normal situations ثلاث سنين ما كنا هنعمله كنا هنعرضكم فيه قلت لي أكيد الآن إحنا عملناه in two days. فنحن افترض تفكيرنا يكون مختلف. لو بقينا لأنه والله نحن عندنا كورسين ما خلصوا عاوزين نخلصوا عشان السنة تخلص عشان ندي الطلاب نتائج وبعدين نشوف اللي بيحصل شنو استيل حنكون موجودين في نفس المكان وما محتاجين لين نتكلم عن اي كوريكولوم ديفلوبمنت محتاجين نتكلم عنه والله هاو كان وي كفر ات. فدي دي ده ده فهم مهم جدا لازم يكون موجود عند فاكولتي ممبرز كادارات كليات كادارات جامعات او حتى على مستوى الوزاره ويتنزل ايزر يعني من تحت لفوق او من فوق لتحت على اساس الناس تتعاون فيه وتشوف قبل محمد قال الستيك هولدرز. الستيك هولدرز زي ما انت قلت امر ممكن يكونوا جزء منهم الكليات الموجوده بتاعه الاي تي في الكليات في الجامعات اللي يكون عندها دور في 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 كوميونتي. الكوميونتي جزء بيبدا من الكوميونتي بتاع الجامعه. ما لم نعمل كده هنبقى في انه والله نحن عندنا كورس عاوزين نكمله ودي ما محتاج سهر ان احنا الناس المسهره مع ناس وتعبينهم لهم ساعتين بيسمعوا فينا. ارجع برضو للكلام اللي قاله محمد عمر في انه إذا أنا عندي سيرجري عاوز أخلصه برضو أجينت يا محمد برينو هل أنت عاوز تخلص السيرجري فقط ولا عاوز تكيب الليرنينج بروسيس شغالة؟ الليرنينج بروسيس شغالة ممكن تكون والله في a lot of things you can do apart من إنه السيرجري. أما إذا كان لا أنت عاوز تخلص الكورس فقط يبقى والله في الحالة دي بقول لك إنه إذا كان أنت مسموح لك تجيب الطلاب المستشفى جيبهم خلص لهم الكلينيكال والجزء الثيوريتيكال اعمل اونلاين. اذا ما كان مسموح لك خلص الثيوريتيكال وانتظر لحد ما تجيب الطلاب المستشفى. في بوينت يا جماعه مهمه جدا دائما الناس عندها احساس انه نحن في السودان ما عندنا الكابابيلتيز لانه نعمل اونلاين تيتشنج او اي ليرنينج. لا عندنا يعني عدد كبير جدا من الطلاب الان هم عندهم سمارت فون وزي ما قال بروفيسور احمد السيد وزي ما ذكر محمد عمر انه الاوبشنز كثيره جدا لانه وات سيستم تو يوز مودل نفسه في منه فري وفي منه مدفوع. ميت استخدم الواتساب ونحن في الويبينار الاول تكلمنا عن تجارب في استخدام الواتساب واليوتيوب لكن في الاخر نحن كاساتذه لازم يكون عندنا بلان انه هاو وي يوز ذوز ثينكس ان ليرنينج اند ديفلوبينج ذا ليرنينج انفايرمنت اند ذا ليرنينج كوميونيتي. لانه لو بقى الواتساب نفسه المجموعه دي نفسها اللي نحن بنناقش فيها السيشن وبعد شويه بيبقى فيها جمعه مباركه بتبقى مشكله كبيره جدا. لكن لو نحن قدرنا يس نعرف كيف يوز السوشيال ميديا في التيتشنج ليرنينج المشكله شنو؟ ما بالضروره انك يكون عندك بلاك بورد او موديل.
هنا بس اخر بوينت دار اذكرها، السنه اللي فاتت عملوا بيرسبشن يعني انترناشونال ستدي عن البيرسبشن اوف ذا بيست ليرنينج مانجمنت سيستم في العالم، عملوا ريتنج ل 100 نمبر 1 تويتر للطلب. بلاك بورد اللي هو الناس بيصرفوا فيه مبالغ كبيره جدا جدا كان طلع نمرة 88 او 89. فما بالضروره يكون عندنا الفانسي سيت اب اللي بيطلب مبالغ ضخمه بقدر ما انه يكون عندنا الويل والاراده اننا نعمل. بعد ده نعملها كيف؟ الاوبشنز على قفا من يشيل يعني. طيب في الحته دي انا بس داير انبه لانه في كتاب الناس ممكن ترجع له ريفرنس اسمه يوزنج سوشيال ميديا ان ذا كلاس روم ا بيست براكتس جايد، موجود اتنشر في 2017 في يونيو 2017 موجود في امازون وفي في يعني بعض الناس ممكن يكون عندهم نسخه. فمهم جدا انه الاساتذه تو ايكويب ذيم سيلفز اوتسايد ال الكومفورت زون بتاعهم، ان انا والله بدرس سيرجري انا خلاص سيرجري بس استيك هنا ما امشي اخذ اي كورس مثلا بتاع اي ليرنينج ولا كورس بتاع ديزاين فوتوشوب بتاع انفوجرافيكس. كل حاجات وسائل محتاجينها الناس في انه لما تطور او تبني المنهج بتاعها اساس انه يكون اتراكتيف بالنسبه للطلاب. طيب دكتور محمد حسن عندك مداخله في الموضوع ده؟ لا افتكر انه زي ما قال محمد let's start keep it simple في البدايه لكن نكون حاطين في بالنا ماشيين على وين. في اسمه ما ظاهر مكتوب ايفون بس فتحنا المايك ممكن تفضل. الو تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام تفضل. دكتورة زينب، أنا كلية الطب قسم طب المجتمع طب جامعة الخرطوم. تفضلي. أول حاجة السلام عليكم جميعا وكل عام أنتم بخير. الحقيقة داير أبدأ بأنه بشكركم يعني بشكر مبادرة الباحثين السودانيين يعني اهتمامه بالمجال ده ومجال تطوير التعليم الطبي in this very يعني important and critical time. يعني الحقيقة يمكن أنا ما كنت حضرت المحاضرات أو الويبينارز الفاتت لكن سمعت التسجيل وأكثر حاجة يعني لفتت انتباهي جدا الكلام عن theory of change أو يعني أهمية إدارة التغيير لحدوث التغيير. و وفعلا يعني يمكن دي بداية جديدة ومهمة جدا لأننا بنتكلم عن بناء القادة في المجال الطبي. زمان كان دائما نتكلم عن leaderships وبنربطها طوالي بحكاية المانجرز الهيلث مانجرز بروجرامز هناك في وزارة الصحة. بالرغم من انه طبعا يعني الميديكال education ده is a dynamic مش كده continuous changing process that needs an agent for change or a change agent. دي المهمة. أنا أفكر دي ال key point في إنه نحنا how we can create a change agent مهمة جدا عشان بعد ذاك نتكلم عن الكلام اللي أنتوا بتتكلموا عنه المهم جدا جدا. أنا بفتكره. فعلا في different models لكن ال models دي أغلبها عندها more or less يعني similar outcomes يعني. اللي هي بتبدا كلها بانه نعمل نيد اسسمنت. هلو ايوه كلامي مسموع؟ مسموع مسموع. ايوه فالحقيقه ايوه انا بس دايره انبه لانه نحن هنقوم يعني نختار المودلز اللي هي حتكون بتناسب الكونتكست بتاعنا. واهم حاجه فيها طبعا نعمل النيد اسسمنت ده مهم شديد عشان فيه جوانب مهمة كبيرة. يعني أنا أفتكر إنه فعلا زي ما قال أحد الزملاء منكم إنه التغيير ده ما it's not a linear process. أنا أفتكر إنه عملية صعبة ومتشعبة يعني ما أدري صعبة على الناس لكن إحنا المفروض فعلا نبدأ بالneeds assessment في الأول نشوف الgaps والdeficiencies وأهم حاجة نشوف الcapabilities والskills بتاعتنا.
بالذات فيما يخص الموضوع بتاع الثيوريز الليدرشيبس او الليدرشيب ابروتش اللي احنا حنقوم نعمل نقويها عشان نقدر التغيير نعمل التغيير المطلوب. يعني انا افتكر انه دي دايرين يعني احنا كل اللي قدامنا بكون دايره منكم انه كيف حنقدر نعمل الحكايه دي. هل حنركز على مثلا ويركشوب صغيره جدا عشان نقدر تو ايدنتيفاي السترينجز مثلا في الليدرشيبز الموجوده عندنا في الفاكولتيز عشان نقدر بعد ذاك نستخدم كل ليدرشيب لسيتويشن محدده. فطبعا التغيير ده انا بفتكر انه حيكون ستيبس طويله جدا. ومن النقاط اللي انا افتكرها مهمه انه وي نيد تو فيز ذا تشينجز. احنا ما حنبدا بمره واحده لانه زي ده تغيير كبير جدا. احنا لو دايرين تو كومبليت شيفتنج للاي ليرنينج او بارشال شيفتنج محتاجين اول حاجه نشوف الكونسبت, بعد ذاك نشوف البرسبشن, بعد ذاك نشوف الريسورسز بتاعتنا هل هي موجوده ما موجوده. فعشان كده الفيزنج التشينج انا بالنسبه لي افتكرها في المرحله دي ممكن تكون مهمه جدا. احكي نكون لو في طريقه نحن يعني نطلب منكم يعني بعض المساعدات محتاجين نشوف انه how we can arrange يعني for such مثلا small workshops في strengths based leaderships مثلا او theory of changes عشان دي بعد ذاك تكون كمرحله اولى انه احنا نمشي لها بها لقدام. محتاجين برضو نعرف التولز اللي احنا ممكن نستعملها حسه حاليا عشان تؤسس السيتويشن اللي احنا فيها دي كويس, اللي هي هل عندنا انفراستراكشر, ما عندنا ديجيتايزنج بروسيس للديتا ماتيريالز دي حنعملها كيف وحنلقاها وين. فانا افتكر انه الموضوع صحيح بالنسبه لنا كده في الاول في المرحله بتاعت زي ما قال زميلكم يعني في مرحله بتاعت التيم ستورمينج حسه نحن فنحن في ستورمينج ده الحكايه بالنسبه لنا شويه معقده. يمكن اللي قدام معاكم كده اللي قدام الحكايه تتبسط اكثر من كده. وانا شاكره لكم مره ثانيه باذن الله. اوكي شكرا جزيلا دكتور زينب. يعني definitely what you have mentioned انه هي it's not process سهله ولا ممكن تيجي في يوم ويومين. عشان كده احنا كان في المره الاولى تكلمنا عن الشامبيونشيب انه والله خلونا نبدا بالناس اللي فعلا ممكن يكونوا تشامبيونز, ممكن يكون عندهم القابليه لانهم هم to do the work. لانه برضو when they show success ده بكون دافع للناس انها to go more and more. لكن اذا كان بدينا بطريقه ضخمه وحسينا اننا استقت ده برضو بياثر على التشينج. نحن عندنا على ماشيين على عدد من المحاور, جزء بتاع النشر بتاع الثقافه والنقاش وكذا اللي هو بنعمل فيه. لكن we are very happy يعني if you want to tell our something للكليه عندنا مانع. الكونتاكتس بتاعتنا موجوده وممكن ننسق كيف نعملها. Again الكلام قاله محمد وقال انور قبل كده, نحن دارين نبني التعاون الداخلي بين الكليات. يعني حتى لو كان مثلا في كليه عاوزه تعمل ووركشوب, اتمنى انه والله تو انفايت بارتيسيبنت من الكليات الثانيه, لانه ده حيخلق التعاون بيننا في الكليات, وده حيخلق السودان اللي احنا عاوزينه ليتر اون. انه والله instead of انا نحن الكولابوريتيف العقل الجمعي برضه كان تكلمنا عنه في المره الاولى. لانه التشينج نحن وقفنا كثير يعني الناس فاتونا كثير, ونحن الان عاوزين نجري, واذا ما ساعدنا بعض ما بنقدر نلحق. ده ارجع لحاجه في الشات هنا قبل ما نمشي لانه مشت كثير. شكرا. هيثم نتكلم عن انه والله التليكوميونيكيشن والاشياء التكنولوجي الفاسينيتد. يس ديفينتلي ممكن نستخدمها, وفي مبادره ثانيه شغاله مع بالخليج على التلي ميديسين, وهم الاثنين بيصبوا في مكان واحد. لكن اذا كنا ننتظر لحد ما نعمل الانفراستراكشر الضخمه جدا اللي تخلينا نعمل تلي كوميونيكيشن وانه نعمل والله الكترونيك هولز وكذا, غد ما نقدر
نعملها وقد ننتظر كثير جدا. فنحن نبدأ ويكون عندنا خطة طويلة المدى. والناس يعني something I can say إنه قد يكون في ناس كتار جدا ما عارفة إنه الآن في العالم وبدت ليها كم سنة في two virtual medical لمدة 3 سنين في الأول أنت ما بتجي الكلية ولا معروف الكلية مكانها وين. ثاني بيكون وزعوك على مستشفيات متعاقدين معاها في بعض وأكريديت يعني 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 الناس وصلت مرحلة إنه بيجي في فيرتشوال ميديكال سكول دي ما حاجة جديدة. فيبقى نحن ما عاوزين نقول والله نعمل فيرتشوال لكن أتليست نستفيد من التقنيات الموجودة على أساس إنه نقدر نساعد الطلاب بتاعنا في 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 إنهم يعبروا الفترة بتاعت الكوفيد 19 وإنه الدراسة بتاعته ما تجيف أكثر مما هي أوريدي وقفت وفي نفس الوقت إنهم ليترون لقدام تطور المناهج بتاعتنا بحيث إنها تتماشى مع معطيات العصر اللي إحنا عايشين فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. أنور؟ ألو؟ طيب محمد عندك عندك مداخلة؟ محمد؟ حبي أسمع في حمودي. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. حمودي أحمد سعيد، ميديكال مايكروبيولوجيست جامعة الصناعة العلم والتكنولوجيا. أول شاكرين جزيلا على هذا الطرح الجيد، ويمكن الإي ليرنينج هو موضوع الآن موضوع الساعة في السودان وسط الأساتذة الكرام، ولكن عدة مشاكل تواجه. أعتقد هذه المحاضرة يعني وضحت كثير من النقاط اللي غايبة. بالنسبة لي كمهتم بالمناهج عندي نقطتين معي. أي معك، تفضل. أوكي. النقطة الأولى هي خاصة بـ how to calculate the credit hours. أنتوا ذكرت الآن إنه يعني it's better to shorten the curriculum يكون صغير بدل الكبير داك إلى آخره إلى آخره. How you can calculate the credit hours؟ خصوصا برضو ذكرت المحاضرات تكون هي في شكل short videos نص ساعة وما شابه ذلك. As you know that the trade hours that is one hour lecture for 15 weeks equal one trade hour. How you can calculate the trade hour. النقطة الثانية اللي هي عن assessment. أعتقد النقطة بتاعت الضعف في e-learning هي assessment. وانت ذكرت لامست بعض النقاط يمكن تكون كمعالجات، لكن حتى في الجانب الـ theoretical lectures يعني how you can assess الطلاب في أماكنهم، يعني هل في طريقة للحكاية دي ولا بتظل الحكاية هي نقل من بعض وبعد ذلك يرسل إذا كان assignment أو إذا كان MCQs أو إلى آخره إلى آخره. كيف نحن نضمن إنه كل واحد قاعد لحاله وبيعمل بيجاوب السؤال؟ شكرا جزيلا. أحمد. بالنسبة لكريات أورس هو أحد الأنظمة الـ زي ما قلت المستخدم في كثير من الجامعات، لكن ما هو النظام الوحيد المستخدم. زي ما قال محمد جبيل، في حاجات نحتاج نتعامل معها وحاجات نحتاج نكون مرنين في التغيير فيها. في آلية لحساب الكريدت أور للكورسات اللي بيحصل فيها دليفري أونلاين ونقام بس فيس تو فيس، فدي بتحتاج لمعالجات مع الكلية. وطبعاً زي ما عارف يعني في كليات شغالة بنظام الكريدت أور وفي كليات ما شغالة بنظام الكريدت أور، ففي معالجة لها، في فورميلز معينة بتحسب الكوجنيتيف لود و إلى آخره. بالنسبة للأسسمنت، الحاجة المهمة إنه نحن تو identify the purpose of assessment. نحن أصحار إنه كان عندنا measures قوية جدا في إنه to engage الطلبة، measures قوية جدا إنه نخلي الطلبة يقدموا assignment زي ما قلنا قبل open book exams، حتى even
ال MCQs can be used لكن بتحفظ وبمحدودية معينة ببرامج معينة to minimize ال conduct يعني من cheating وغيره وغيره وغير. ففي حاجات ممكن نعملها الآن بالعملية التعليمية، في حاجات بكاستيمونيت في الزمن المحدد زي الاوتدور اكزامس، الامثله في الامثله كان دكتور محمد حابب. طبعا هي دي 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 الاشياء فعلا يعني اللي بتكون دايره في اخر الناس. انا حابب بالاسسمنت وارجع للكريد اورز. الاسسمنت اتفق معك انه اذا انت فكرت بانه انا لازم انفذ الاسسمنت الموجوده الان ممكن يكون عندك فيه بعض الصعوبه. عشان كده احنا قلنا يا جماعه نحن ما الفرض العمل الان ما هو تكمله لما هو كان اوريدي شغال. اذروايز في يو فيس ا لوت اوف بروبلم في الاسسمنت. والاسسمنت يا جماعه هو ليرنينج اوبورتونيتي. يعني احنا لو عيننا الاسسمنت از ليرنينج اوبورتونيتي، في ميثودز كثيره جدا جدا في الاسسمنت عندها strength theoretical من ناحيه بتاعه reliability وvalidity احنا ما مستخدمينها. ليه؟ لانه احنا جينا وزي لقينا انه والله الناس بتستخدم MCQs، وفي MCQs بنستخدم 5 options اللي هي يعني ما في base بيقول ليه 5 options، ما في حاجه علميه بتقول ليه 5 options. The only base for this إنه والله أول ناس عملوا الـMCQs عملوا فيه 5 options. لكن الآن لو مع إنه الآن في studies كثير جدا بتقول إنه والله الـ4 options are more far better than options. نحن we need to think out of the box اللي إحنا كنا فيه. أجي راجع للكريدت أورز برضو again. محمد طبعا يتكلم عن الـ عن الـ عن الفورمولاز. الفورمولاز موجودة. أي طريقة حسابها شوية معقدة لأنه بتخلط ما بين الـ والكريدت اورز والكريدت بوينتس، لكن موجوده ريكوجنايز. ونحن الان عندنا ماستر بروجرام شغالين فيه الان. الطلاب بيجونا 3 دايز بير مانث والباقي بيتم اونلاين، وقادرين نحسب لهم الكريدت اورز بتاعتهم ونطلع لهم كريدت اورز لانه السيستم بتاعنا كريدت اورز. لكن برضه يا جماعه خلونا نفكر في انه واي كريدت اورز. دي فرصة في إنه إحنا نفكر في حاجات كثيرة جدا. كريدت هيستوريكالي أول حاجة هي teaching load is not learning load. هي it's 1 hour of teaching per week for 15 weeks. يبقى هي بتحسب teaching. هيستوريكالي اتعملت الكريدت أورز عشان يحسبوا بقى البنشن بتاع الأساتذة. هيستوريكالي. قالوا والله يا جماعة ما زمان كان أي زول بيدرس، مش الحلاق كان بيدرس سيرجري. فقالوا يا جماعة إحنا دايرين لنا آلية نقول والله منو اللي بيحتاج أو اللي بيستحق بنشن، منو اللي بيستحق معاش، منو اللي ما بيستحق معاش. قاموا طلعوا بالكريدت أور دي اللي كان قبلها اسمها الكريدت بوينت. فيا جماعة أنا ما بقول الآن والله نلغي الكريدت أورز، لكن وي نيد تو ثينك أباوت الإديوكيشن سيستم بتاعنا كله. مرة في واحدة من المحاضرات قلت لهم منو الـ problem based learning fit for Sudan؟ هي ك ك ك كطريقة بتاع التدريس في الطب والرئيس ما في إشكال، لكن منو قال هي الأحسن للسودان؟ يا جماعة this is the time that we need to think about the education system. نحن عاوزين الـ best for our country، عاوزين الـ best لطلابنا، عاوزين الـ best اللي بيخدم مجتمعاتنا، عاوزين الـ best اللي بيخلي طلابنا في مصاف الناس العالميين. ده ما بيجي نحن to rethink كل الاشياء دي to challenge it ونقتنعنا ايزر كويسه او عاوزين نغيرها ونطلع بالسيستم بتاعنا اللي نحن مقتنعين به. لانه لو نحن بقينا just we are adapting what is already done بيبقى ما حنطلع بحاجه جديده، ما حنطلع بحاجه مفيده. انما نحن يعني بنعيد في نفس الاشياء اللي اتعملت. ف اوت كريدت اورز انا معاك انه والله انا الان بفكر انه كيف انا حاقنع الجامعه انه تو اكسبت الكورس اللي انا حعمله. لكن
الناس لازم تفكر في كل الأشياء دي مع بعض. والله this is new curriculum, this is not completing of what we are doing. إذا ما عملنا كده يا جماعة بيكون لافين في نفس الحتة اللي احنا فيها. جاي شكرا يا دكتور شاكر. لكن يا حبذا لو في اي حاجه مكتوبه حتى لو المحاضره الجايه يعني تنورونا بها, لانه ما في اي اشكال ان شاء الله. ما في اشكال, احنا بنعرف الكريت اور بالطريقه التراديشنال وبنحسب حساب جيد بالنسبه للبراكتيكال بالنسبه للفيلد سيرفيس. دكتور اما في نعم اور الكريت اورز بنحسب حساب بنعمل نحن. منو اللي قال 3 ساعات في الراوند بتساوي محاضرة؟ أيوه. هو طبعاً حاجات دي بالتأكيد هي نابعة من اجتهادات بتاعت علماء وخطيب لها قوانين معينة كده. فنحن دايرين ذات بتاعت الـ e-learning دي لو في قوانين لها وفي اجتهادات. ما حتى لدى الـ e-learning السلام عليكم. حتى لدى الـ e-learning الحنجيبة دي برضو اجتهاد. You can challenge it. طبعاً نحن دائما نعرفها بس كاجتهادات موجودة. السلام عليكم. ما عندنا الحكاية جديدة علينا فعشان كده لازم نعرفها ونبقى أصحاب الشاني فيها. فنتمنى نعرفها حقيقة حتى لو في المحاضرة القادمة إن شاء الله. الإيميل نحن كان دا سينيو حاجة محبوبة أو كان سينيو دكتور أنور ممكن. أي ممكن الناس تخط الإيميلات بتاعتها هنا في الشات وبعدين لو في فولو اب ولا حاجه بنرسل لهم. برضو هننبه انه في الشات هنا هنخد في مجموعه اسمها مجموعه تنسيق مبادرات التعليم الالكتروني. لان الناس يا اخواننا ما بالضروره انها توحد المبادرات وانما تنسق ما بينها بحيث انه نستفيد من بعض. يعني الان جامعه زعيم الازهر كليه الطب عندهم يعني رياده, يعني البروفيسور احمد السيد خد البرنامج او اقترح البرنامج بتاع جيتسي و خطيته أنا هنا في الشات الويب سايت بتاعهم. الويب سايت البرنامج فري وتول ما محتاج باندويتس كتير بتاع انترنت, ممكن الكليات تعمل لها ادوبشن ويستخدموه يعني عندهم. فعشان البيست براكتسز دي منو العمل شنو ونبني عليه. الدكتور محمد حسن الدكتور محمد الحسن الاثنين موجودين في الجروب هناك وكل المدارس والكليات الناس الشغالين حاليا يوروا الناس الثانيين بحيث انه لو في زول لسه ما بدا ما يعيد اختراع العجلة ويقع في نفس الحفر اللي وقع فيها الناس اللي قبله. الناس تبني فوق بعض. والكويس انه دكتور محمد حسن واحمد الحسن متخصصين في التعليم الطبي, يعني ان احنا عندنا الناس اللي ممكن نتعلم منهم كيف نبني نظام بديل, كيف انه نبني يعني نواصل في النظام الموجود حاليا والبريوريتايزيشن والى اخره. فدي فرصة ذهبية انا شايف والناس مستعدة للكولابريشن لانه نطلع بنفسنا من المرحله دي ونعيد نفسنا. دكتور محمد الحسن قال حاجه مهمه جدا. الامريكان بيقولوا على المونشوت ابروتش, يعني انه والله يا اخي نعاين لقدام هناك ويكون عندنا طموح وثقه كافيه بنفسنا بحيث انه نجيب الحاجه الكويسه لنا ونساهم يعني في التجربه العالميه الانسانيه دي. احنا اسم مجموعه الباحثين السودانيين من الحاجات المهتمين بها جدا ده نعرف شنو الفود برينت بتاع الباحثين السودانيين للبشرية كلها, شنو اللي أنتجناه ونحن من علم وأوراق علمية وده نعمل فهرس للباحثين وبحوثهم كده. فدي كل حاجات لا نخطها في بالنا نحن, ما بس يا أخوانا ده نطفي حريقة قامت السي, إنما الأبروش بتاع الدكاترة الله يديمه الصحة والعافية في إنه يا أخي نحن ده نبني سيستم لونج تيرم ذات يعني كان لاست مش للجيريشن ده لكن للجيريشن ستوكم. في دكتور صلاح نعم نعم السلام عليكم. أول حاجة بشكر الدكتور محمد والدكتور محمد يعني للتوك الجميل دي. عندي 2 بوينت دار علق عليها. أول رسالة لدكتور أنور والإصطاف القاعدين في السودان, هي في حاجة دار أقولها يعني قد تشاف إنها ما ريليتد لكن أنا أعتقد إنها ريليتد, اللي هي أنا بتمنى إنه الويب سايت بتاع أي كلية يكون ويب سايت بصورة ممتازة ما يكون استاتيك ويكون في بيج للألوموناي, لأنه في حالات في لحظات زي دي كان حنستفيد منهم وعندنا كمية من الخريجين ممكن هم ينفعوا كلياتهم بألطف يعني مبادرات. فبتمنى من الناس اللي في السودان, أنا دكتور صلاح المغيم في السعودية جامعة جيزان يعني, لكن بتمنى كليات في السودان الويب سايت بتاع الكلية لازم يكون مفعل ويكون ميني بيجز ويكون انتراكتيف.
طيب بالنسبه للمداخله بتاعت الدكتور فيما يختص الاسيسمنت والكريدت اور، انا افتكر انه هي طبعا امبورتنت ايشو، لكن حاليا هو ده ما المين بروبلمز، انه هسه حاليا السيتويشن بتاعت الكورونا فيروس. لكن بالنسبه للاسيسمنت افتكر في ماني تولز انه ممكن كيف انا كان دو اونلاين اسيسمنت ويكون ريليبل ويكون فاليد، لكن ما حاليا ده النقاش بتاع. افتكر دكتور محمد يعني عمل محمد الحسن عمل مداخله اوكي كويسه، لكن برضه احنا بنتكلم عن انه حاليا انا داير انا ما اقدر اعمل يعني اي ليرنينج، بمعنى انه انا الكريكولم بتاعي كله اي ليرنينج. وانس انه انا اعمل فولي اي ليرنينج ذات تايم انا بحتاج اتكلم عن الكريدت اور، وبرضه في ميثودز انه انا تو جنريت الكريدت اور للكورس المحدد. فالبوينت الثالثه اللي اتكلم فيها انه برضه في واحد يتكلم عن انه كيف الفيديو يكون شورت ما عارف 5 دقائق او كده. نحن نتكلم عن استراتيجي بتاع الديليفرينج ميثودز اوكي، يعني انا ممكن الليكشر اقسم على 3-4 فيديوز، وما شرط الفيديوز ممكن تكون في ميني ابروش. افتكر نيكست توك بتاع دكتور محمد الحسن محمد طه حيكون في 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 الليرنينج استراتيجيز، فما افتكر انه في بتكون في مشكله بتاعت كريدت اور. ممكن نعمل شورت فيديو لكن ده كفرينج اوبجكتيف معينه وانذر فيديو او انذر ميثود تكفر الاوبجكتيف. وبتمنى من الشباب التوفيق يعني وربنا يعينكم. شكرا. صلاح شكرا جزيلا لك. طيب في بروف على الدين، هذا بروف على الدين تفضل. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الصوت واضح. لا انا ما بروف على الدين بتاع الكليه يعني، لكن بروف دي كويس يعني ممكن نستلفها لحد ما ينتهي الوضع. طوالي تفضل. شكرا انور، محمد، محمد حسن ومحمد الحسن. انا صراحه كلام محمد الحسن في الكريدت اور ده يعني شدعني للمحور بتاع الكلام انا عايز اقوله يعني. وحقوم اتبرعت بسلوغان كده، ما اعرف محمد الحسن اذا نفع معاه ممكن ياخد اسمي تحته يعني. قلت كوفيد 19 is a moment for restructuring our minds. وده بالذات في الحته بتاعت الكلام عن الكريدت اورز، لانه انا من زمان كنت بفكر فيها يعني، وهي من تحتها فيها اسامبشن. انا ما كنت عارف حكايه البنشن دي، لكن الزور خدت الكلام ده فعلا هو بعلام من وجهه نظر بتاعت الزور بيدرس، ويعني الاسامبشن بيقول انه هو اذا اخذته لزول قدام وشه لمدة ساعة بيقدر يحدث فيه الأثر التعليمي المطلوب. وهو ده نفسه أظن أسامشن شغالين بيناس الجوامع. وطبعاً أسامشن في النهاية بيعتمد على التيتشين نقطة الليرنين يعني، فما بتضر أنت درست معناتها حصل التعلم، لأنه التعلم في الجنب الثاني يعني. المين سيما أنا عايز أتكلم عنه صراحة هو حتة عايز أقوله في فهمي للويبينار إن جنرال، وعايز أقول الحتة المتعلقة بجزئية منه. الفهم العام أنا فهمته من الويبينار ده إنه هو بعين على حتتين، في حته استراتيجيك وفي حته اوبريشنال. الحته الاستراتيجيك انه احنا كيف تشفت مناهجنا انه تكون موستلي يعني اي ليرنينج كريكولم، اللي جا فيها النيد اسسمنت والكلام اللي ذكر قبل عن حاجه النظام الصحي وحاجه المشاكل الموجوده في المجتمع وكده يعني. وفي جزء اوبريشنال هو بيتكلم الان على انه احنا عايزين نحول الكورسات اللي ممكن كان بي ديليفر ثرو اي بدل ما تكون سرو الكونفنشنال ميثود يعني الفيس تو فيس ولا وكيفر كان الشكل يعني. ده انا فهمته من الويبينار ان جنرال يعني. الناس عاده بيشدوا للحاجه اللي فيها الناس هسه اللي هي المشكله انه احنا قاعدين تو ديليفر كيف. في الدليفري ده صراحه انا عندي نقطه اساسيه قاعد اقول. انا بتكلم من ما من زول بدرس يعني، بس يعني انا بدرس يعني لماما، لكن اغلب الوقت بكون يعني مونيتورنج الحكايه بتاعت الادوكيشن دي ان جنرال يعني في المانجمنت. فأنا عايز أقول المشكلة الأساسية صراحة هي موجودة في المؤسسة التعليمية مش في الطالب، اللي هي عقلية التحكم التعالي والوصاية. العقلية دي يا أخواننا إذا ما تغيرت، معلش إذا الأساتذة بيسمعوا لي يعني الكلام ده يعني مجرد من أجل المعرفة يعني ما بقصد له شخصية معينة يعني. فعقلية التحكم التعالي والوصاية دي اللي بعين بها دائما الزور القاعد فوق للطالب التحت ما عنده فيه صغة،
لو لاحظت قبل محمد حسن لما يتكلم عن التيك هوم مسج يتكلم عن استصحاب الطلاب، ومع انه نجاح المؤسسه نفسها بيعتمد على نجاح الطالب، يعني في اذا الطالب ده ما فيش انت هتنجح كيف؟ يعني هي المؤسسه اصلا بيدوشوها بالمخرج بتاعها، مخرج انت طالب متعلم يعني قادر انه يفيد مجتمعه. فما ممكن احنا لحد الان نقول ما ننسى الطلبه، معقول احنا نقول هم الطلبه الاساس بعدين احنا عشان نخدمهم، يعني لانه التعلم بيحصل فيهم. زي ما نقول انت ممكن يو كان تيك ا هورس زريبه بس يو كان فورس انتو تو درينك، فهو لازم تو بي انفولف ويحس بقيمته ويساعدته ويعريته والحاجات الزي دي عشان نخد الثقه في الطالب، لانه الان التعلم نفسه الان او التعليم والتعلم بقى من رسالته انه والله البيردن بتاع التعلم بيكون عند الطالب، فانت يو نيد تو شيفت كل حاجاتك بحيث انه تخلي الطالب انفولف وانجيج وما بعرف موتيفيتد والكلام الزي ده. الكلام ده بيرجعني لطريقه الدليفري. نحن بنكون حريصين الان، حتى انا ما بتكلم عن الاي لانه تتكلم عن حاجه انا بالنسبه لي بشوفها سوفيستيكيتد جدا للوضع بتاع المايند سيت اللي احنا قاعدين فيه الان. نحن الطالب الان بيكون حريصين جدا ندرسه ليكشر بنحطه في الليكشر وليكشر ورا ليكشر ورا ليكشر، حتى يمشي تو كونسلت الليتريتشر ولا يمشي المكتبه ولا كده الزمان ذاته ما معروف وين. احنا كان عندنا اداري بيجي مار مدير يعني، وحد احنا ابروش بتاعنا هو بيشبه انه والله الفاسيليتيتد ليرنينج والكلام زي ده، لكن بيلقى اغلب الوقت الاساتذه قاعدين في الفصل والطلبه قاعدين قدامهم، فقال لهم الناس اللي انتوا قاعدين يقولوا 200 طيب زي انتوا حابسينهم. فاخواننا المايند سيت بتاعنا لحد الان هو قايم على انه انت الاستاذ اللي بتفتح راس الطالب وبتكون فيه المعلومه. الحكايه دي اخواننا محتاجه تتغير. نحن افترض نفهم انه الحكايه دي اتس هاي تايم انه ما المفروض يكون، فنحن محتاجين صراحه شغل شديد جدا جدا في الحكايه بتاعت المايند سيت بتاع المؤسسه التعليميه كلها من اداريين لحد اساتذه لحد كده يعني. الحاجه الثانيه من الحاجات اللي بتعكس كلامي ده الفيدباك. نحن كفاسيليتيترز او كاساتذه او انستراكترز وكده مشكلتنا في الفيدباك للطلبه صراحه مشكله فظيعه. انتوا لو سالتوا الطلبه هتلقوا الفيدباك ده حاجه ضعيفه جدا جدا. نحن عندنا في المعهد مثلا عندنا باي بوليسي انت بتدي الطالب فيدباك، لكن لو جيت انتهيت من الكورس سالت الطالب الدوك كم فيدباك عن حاجاتك اللي بتعملها اساينمنت حتى نتائجك في الامتحان بيناقشوك فيها بيدوك زمن كده ما بتلقى. فيا اخواننا الكلام ده صراحه نحن حكايه الكوميونيكيشن وحاجات زي دي محتاجين ندخلها في المايند سيت بتاع المؤسسه اللي هي مين اللي هنا الاساتذه وكده، وفي التعاون احترام الناس والاوبن كوميونيكيشن والصبر على حاجاتهم والاستمتاع باحداث التعلم في الطالب يعني وبجني النتائج للمجتمع في النهايه. اذا ما غيرنا العقليه دي صراحه الكلام اللي بنقول فيه ده كله بيمشي، لكن بيمشي صراحه بيكون بالشكل الظاهر يعني، لكن ما بيحصل تغيير حقيقي بحيث انه احنا نقدر نقول والله احنا قاعدين نعمل الان يعني تطور نبني على حاجه فوق حاجه فوق حاجه. فانا شايف لو الحكايه دي ناس عملت فيها يعني زي مثلا الويبنار الجاي وحق الناس يركزوا فيها في انه حكايه التيتشنج والليرنينج يكون فيها حاجه من ناس محمد حسن ومحمد الحسن، انا افتكر انه باذن الله بتقدروا تستكشفوا الكلام اللي انا بقول فيه ده. انا قاعد في السودان يعني، انا برضه اذكركم انا الان من شرق النيل وشغال بالفي بي ان، والحمد لله اول مره استبشر خير سمعت النغمه بتاعت انه والله في مشكله في النت والكلام زي ده الان بدأت تنخفض، وافتكر ده واحد من انجازات الويبنار سيدي انه الكلام ده بدأ ينزل تحت صراحة لحد ما تكتشف انه هو ما عنده وجود ان شاء الله. وكتر خير. شكرا لك يا دكتور علاء الدين من معهد وزارة الصحة مش كده؟ دكتور علاء الدين بس تذكرنا الافلية عشان مرة ثانية لان اعتقد من الانستيتيوت اوف بابليك هيلث معهد الصحه العامه اللي هو تابع لوزاره الصحه مش كده؟ ايوه نعم، دراسات عليا في مجال الصحه العامه في تابع لوزاره الصحه الاتحاديه. نعم شكرا جزيلا لك. طيب في زول برضه اسمه ما ظاهر جالكسي 9 ده بالتاكيد طبيب ممارس في السودان، قالوا الجالكسي لانه ما بيصل بطاريه. ها اتفضل يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. ديكم العافيه، معلش انا ما سجلت اسمي لاني كنت مستعجله، كنت في الفيس وعشان اقول المداخله دخلت معاكم في الزوم فما سجلت الاسم، اسفه. انا دكتوره ندى حسن احمد. شكرا جزيلا، اول شيء بشكر الدكتورين دكتور محمد ودكتور محمد على الويبنر الجميل ده. انا في كنت منتظره تقريبا من الصباح، انا منتظر الويبنر ده بفتكر انه ده وقته المفروض نقوم به. وان احنا عندي مداخلتين، واحدة بتخص دعوة لنا نحن أفتكر بعد ما سمعنا الويبنار what we will do next this is very important. سمعنا الويبنار
استفدنا منه كثير، لكن مفترض نطلع منه نطلع بتصور كيف نقدر to implement لو قلنا الإي-ليرنينج في السودان في الوقت الحالي ده. فأنا بدعو من هنا للفيرتشوال ووركشوب in how to implement e-learning and the difficulties anticipated. ما شاء الله في بعض الجامعات بدت، في جامعات لسه ما بدت، فأفتكر بعد ما يخلص الويبنر دي دعوة لوركشوب ده. الحاجة الثانية اللي برضو عاوز أحكيها لكم تجربتي الخاصة في الكلينيكال، how can we deliver clinical skills to students. ف يعني a very short course for students through virtual simulation. The virtual simulation كان الدكتور هو كان السيميوليتر. ففي حالة زي دي انت you can ما زي ال virtual simulator اللي هو انت you need to adopt it. فانت you can manipulate the concepts بتاعتك according to what you think and what you want to deliver to the student. And with the aid of videos and short videos and you can even demonstrate science. الكورس ده برضو أنا أفتكر فيه فائدة تاني. It can be done to communicate communication skill to teach history taken especially for junior student يعني third year before going to the clinical. It can reinforce the communication skills وبالذات عندنا الأيام دي مشكلة كبيرة في communication skills. حتى even we can implement ethics through this. وفي نفس الوقت بيكون there is ما بقدر أقول إنه gap in the curriculum، لكن مثلاً student who finished 13 part of the curriculum you can implement this part. شكراً جزيلاً جداً لتحت الفرصة دي، شكراً لكم. شكراً جزيلاً دكتورة. والله نحن very happy يعني كل المبادرات اللي ممكن تجي زي قبل الأنوار قال إنه في تنسيق للمبادرات مع بعض. If you can lead, you know, how can we conduct this workshop مع دكتور نورور معانا نحن نشوف المواعيد المناسبة مع الناس. The sooner the better يعني ما عندنا إشكال عشان الناس تقدر تستصحب الحاجات practically فيها. يعني yes, the webinars like eye openers, لكن definitely لما الناس يجي للبراكتيكا sometimes they may need some tweakings لبعض الأشياء و hands-on work. If you can lead it, أنا معاك مباشرة بإذن الله. طيب في دكتورة سامية حباني. أيوة السلام عليكم. شكرا جزيلا لكم وحقيقة يعني أنا استمتعت جدا بالوقت ده. وأنا برضو بشكر دكتور محمد. دكتور محمد أنا ما من الفيلد بتاع الإدوكيشن لكن أنا استشاري طب مجتمع وحقيقة أنا تم استفزازي يعني بأنه ما فيش تعليم طبي عن بعد في السودان في الوضع الحالي ده والدنيا كلها شغالة بيه ومش الدنيا كلها حتى في السودان أنا عندي أحفادي في مرحلة الأساس بيدرسوا في مدارس خاصة بيدرسوا شغالين أونلاين فكيف نحن الميديكال إدوكيشن ما يكون أونلاين فعلى هذا الأساس قمنا كتبنا ورقة وإن شاء الله بتوقع إنها تتنشر قريب عن التعليم الطبي في السودان عن بعد واستفدنا حقيقة دكتور محمد من ورقتكم كثير في الموضوع ده. الحاجة اللي عايزة أنا أقوله بس المداخلة البسيطة دار أقول إنه برضو لا بد من الاهتمام بالطلاب وخاصة كيف إنهم هم يقدروا يكون عندهم طريقة عشان ما يدخلوا يكون عندهم أكسس للأونلاين إدوكيشن ده. صحيح ممكن يكون كلهم عندهم أكيد بتاعت موبايل أو حتى يستلفوها من ناس قريبهم ولا أي حاجة لكن برضو ممكن عشان برضو احنا برضو عملنا استبيان صغير كده ولقينا انه ممكن الفيز بتاعت الانترنت تكون مشكلة بالنسبة للطلاب فافتكر برضو الجامعات ممكن تقدر تعمل شغل مع شركات الاتصال حتى لو عن طريق الطلاب نفسهم مجموعات من الطلاب صغيرة يتبنوا المبادرات دي ويعملوا تواصل مع شركات الاتصال على اساس انه تكون في تكييف مخفضة جدا للطلاب عشان يقدر يتمكن من انهم يدخلوا في ما تكون عندهم مشكلة مادية في الحصول على الحاجات دي فأنا بفتكر يعني إن شاء الله دي تكون فيها يعني تكون أساس لتغيير كبير جداً للميديكال إدوكيشن في السودان. الملاحظة الأخيرة اللي بدي عايزة أقولها على الويبينار مفيد جداً جداً بس أتمنى إنه عشان شوية وقته يكسر حقه لو المتحدثين جمعوا الأسئلة 5-6 أسئلة كده وتعليقات حتى بعدك علق عليها مع بعض. شكراً جزيلاً واستفدت كثير واستمتعت كثير. شكراً جزيلاً دكتورة سامية. طيب احنا بس بنذكر انه الجامعات السودانيه يا اخوانا كلها عندها شبكه بتاعت انترنت خاصه
يعني خليكم من الاوبريترز نازل وسوداتيل وام تي ان وكده. عندها شبكه اسمها شبكه الجامعات السودانيه سابقا، حاليا اسمها شبكه البحث العلمي السودانيه سودران، سودان ريسيرش نتورك. فدي عندها انترنت خاص بها وانترنت سريع ما بسيط، يفترض انه بس يتزاد زياده وتوصل لكل الكليات. يعني الانفراستراكشر موجوده، ما اوبتيمم ولا الافضل لكن موجوده، يعني حاجه ممكن الناس تبدا منها وتنطلق منها. في كل الولايات في السودان في مراكز معلومات، مراكز المعلومات دي ممكن الناس يعني يضغطوا بحيث انها تكون يعني الحته اللي بتوفر التكنيكال سبورت المحتاجين للناس. الجامعات المفروض ان اخوان نرجع للبيزكس، الجامعه عندها ثلاثه ادوار اساسيه، ثلاثه اعمده قائمه عليها، اللي هو التعليم والبحث وخدمه المجتمع. حاليا الجامعه واقفه يعني تتفرج، في وقت انها المفروض تكون منتجه للحلول عشان تقدم بها المجتمع اللي حوالينا، ليس فقط انه الطلاب ياخذوا التعليم بتاعهم ولا الباحثين عملوا البحوث بتاعتهم على اساس انه يصلوا لفاكسين ولا غيره، لكن انه يعني يصلوا لحلول متكامله يعني لكل الناس، تعليم وبحث وخدمه مجتمع، ثلاثه حاجات يعني. فالبنيه التحتيه موجوده، الكلام ده متاكد منه تماما، شفته بعيني دي، وبعرف كمان ناس مسؤولين من بعض الحاجات، لكن ما في تنسيق. والله المشكله الكبيره اللي واقعين فيها نحن حاليا انه ما في تنسيق، كله مجموعه في جزيره معزوله. طيب في زول اسمه ما ظاهر او زولا، المايك فتحناه ونحن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي عرفي نفسك. معكم دكتوره ميعاد جامعه جيزان باسم الاشعه التشخيصيه. انا بس عايزه يعني اتكلم في حاجه بسيطه، اللي هي الكورس سبيسيفيكيشن او التوصيف المقرر. يعني هو عبارة عن يعني أعتبره كعقد بيني أنا والطالب من أول قبل حتى ما يدخل الكلية، أو مجرد ما نزل الترم هو بيكون عارف يعني هو ماشي على وين، عدد الساعات اللي حيشتغلها كل حاجة، معلش بيكون عارف عدد الساعات اللي حيشتغلها، بيكون عارف المواد، بيكون عارف الأسيسمنت شكله كيف. معاي يا جماعة؟ معاك أيوة. والمخرجات بعدين اللي حيطلع بها أصلا، فدي في حد ذاتها يعني لو بقينا واضحين من أول، كل واحد بيكون عارف هو ماشي على وين، حتى الطالب نفسه، حتى ممكن الكلية دي ما يختار له مخرجات التعلم من البداية ما تناسبه. فالبلاك بورد أو الإي ليرنينج ممكن يسهل الموضوع ده، وتتغير حاجات بالنسبة لعدد الساعات ولكده. فأنا من تجربتي الشخصية ما كنت أعرف أي حاجة عن الـ e-learning أبداً، ولكن لما دخلت في الموضوع هو سهل. هو في الأول فعلاً صعب والواحد ما بيقدر يعني يتأقلم عليه بسرعة كإصطاف، ولكن الموضوع ما صعب في النهاية، بنتعلمه وبنتعلم من تجارب بعض. فدي بس المداخلة اللي أنا حابة يعني أشارك بها. شكرا دكتور ميعاد. انا افتكر انه الان يعني دي من الجوانب الايجابيه من كورونا، الان فرصه جدا انه يعني نستفيد من الحصل من وفي المرحله تحت النيو نورمال، حتى ممكن يحصل خير كثير جدا للجامعات، تستفيد من الناس الموجودين خارج من خلال الاي ليرنينج والاي كوريكولا، تحل الاشكال الموجود في ربما النقص في بعض التخصصات، وتكون متاح للطلاب في اوقات مختلفه، ما في اشكال للطالب في المحاضره ما يقدر يعوضها وهكذا. دكتور انور، نعم. انا بحاول اجيب بس اللي هو العنوان بتاع الويب سايت بتاع شبكه الجامعات، شبكه البحث العلمي والتعليم السودانيه، اخليه للناس هنا عشان برضو الناس يشوفوا ويتواصلوا معاهم، يعني برضو عشان نعرف احنا واحده من الحاجات المحتاجين لها انه نزيد الكاستمر سيرفيس كواليتي بتاعتنا. يعني احنا لما نتكلم في اونلاين
education فانت الستودنت بتتعامل معه على انه زول ما دار تفقد الاتنشن بتاعه وغيره. فكل الناس الستيك هولدرز في العمليه دي اذا كان سيرفيس بروفايدر انترنت كونكتيفيتي تكنولوجي الى اخره ده كلهم لازم يكونوا alert لانه انت ممكن تفقد الطالب بسرعه يعني لو ما الحاجات يعني سيت بصوره كويسه. عندنا تعليقات كثيره جدا. الدكتوره ساميه تفضلت بإفتتاح كويس انه والله ممكن نلم كل الاسئله والحاجات ونعملها. احنا قلنا 5 سيشنز وبعد السيشن الخامسه حيكون في كيو ان اي وحيكون في ورك شوبس على اساس انه الاساتذه دكتور محمد ومحمد يدربوا الزملاء والزميلات الدائرين يعني تدريب يعني. احنا كاي تي برضه حنكون مساعدين لنكون جنبكم والناس يعني تساعد بعض عشان نبرق من الوقت بتاع الجائحه ده لكن برضه عشان نخطط للمستقبل. تقريبا اخذنا ساعتين وعشر دقائق. السيمينار طويل طبعا مقارنه بالحظر والناس قاعدين ما طويل. ساعتين من 24 ساعه الناس قاعدين فيها مقفولين ما طويل لكن بالنسبه لزول حيحضر اونلاين ممكن يكون طويل. فلو ما في نسمع منك دكتور محمد حسن. دكتور محمد الحسن كلوزنج نوتس. الله الاستاذ والزملاء اللي تداخلوا يعني في تقديري كل المداخلات كانت مفيده وزي ما قال جميل دكتور محمد في كلمه يعني هم ذا ار ذا تشامبيون اوف ذا كينج باذن الله. وبرضه يتون ار انت قلت مساله مهمه جدا تنسيق المبادرات على استعداد انه نكون نشتغل مع الناس استعداد بعد الفايف سيشنز ان شاء الله نعمل بعد الفايف ويبينرز نعمل ويركشوبس مخصصة في كل الأشياء اللي ذكرت الله يعني مع بعض بنقدر نعمل حاجة كويسة بإذن الله. أنا ما عاوز أزيد على يعني لكن في بوينت جماعة خلونا ننتبه ليها إنه تدوكيمنت الشغل اللي بتعمله وزي ما قلت واحدة من المشاكل اللي واجهها التعليم في الفترة دي إنه ما كان في أي أدبيات منشور عن كيفية التعامل مع التعليم أوقات الكوارث. يعني لكم تتصور إنه في الميديكال إديوكيشن في only 3 papers منشورة عن كيف تتعامل مع الميديكال إديوكيشن في الكوارث. واحدة اثنين في ستارس واحدة من تشاين واحدة من كندا يعني المعلومات ما كثيرة. واحدة عن كانت في الكاترينا هوريكين في يو اس اي. فده كان واحدة من التشالنجز الكبيرة جدا جدا للناس في there are no previous experience الناس تبني عليها which is قد يكون good فينا نبني our own experience برضو انتقال ال experience من ناس لناس وتبادلها بيسهل كثير جدا من الحياة الإنسانية. فالناس أي يعني أتوقع مثلا الناس الزعيم الأسهري الآن يكونوا وصلوا documenting their work بصورة كبيرة. دكتورة سامية قالت هم بينشروا This is good يا جماعة إنه إحنا إن شاء الله نقدر نبني الأدبيات بتاعت التعليم الطبي والصحي في السودان عشان 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 نقدر يكون عندنا our own contribution للإرث العالمي في التعليم الطبي والصحي. ونحن ناس قديمين جدا في المجال ده يعني الناس بتأرخ للتعليم الطبي والصحي بكلية خرطوم لكن وبدأ قبل كلية خرطوم بدأ بمدرسة التمريض في مستشفى خرطوم اللي هي اتعملت في 1899 تقريبا وصلت لاجلس. ومن الوقت ده كان في مناهج حق التعليم الطبي والصحي لحد ما جت كلية خرطوم التذكارية كيتشنر ميديكال سكول في 24. فنحن عندنا إرث قديم جدا لكن ونريد اننا نغرب ال وضعنا. وزي ما قال محمد وانور يعني ويل بي فيري هابي ان تو بارتيسيبيت مع الناس ونتمنى ان نكون والله قدرنا نوصل للناس اي معلومه مفيده. شكرا جزيلا لكم واتمنى انه ما نكون طولنا عليكم شديد ونلاقيكم المره الجايه ان شاء الله في الويبينار الجاي باذن الله سبحانه وتعالى. الثمانيه ثواني بقت ساعتين وعشر دقائق. ايوه نعم شكرا جزيلا لكن احنا طبعا دي الاساتذه اللي هم حيمشي ان شاء الله يعني يقسموا الثواني لطلابهم. نشكركم جميعا اخواننا على الحضور واثراء النقاش. نشكر الدكتورين محمد حسن ومحمد الحسن على الجزء الثالث من 5 محاضرات. نذكر انه في محاضرتين ثاني
الليله يوم الاثنين دي المحاضره نمرة 3، الاثنين الجاي عندنا محاضره، والاثنين اللي بعده عندنا المحاضره الخامسه، وما بينهما ممكن الناس يتفق على ووركشوب بتاع التدريب للناس الراغبين في موضوع التدريب. احنا من مجموعه الباحثين السودانيين من جانبنا اي تكنولوجيز بتاعه كوميونيكيشن، عندنا اشتراك بتاع زوم، عندنا اشتراك بتاع جو تو ميتنج، بنوفره لاي مجموعه دايره تدريب فيما يخص التعليم والبحث العلمي. لو اي زول عنده رغبه ممكن يتواصل معنا عبر المجموعه. نشكركم جميعا اخواننا، ولحد الملتقى يوم الاثنين الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله.